كوندمد حماس؟ انا بكوندم حماس طبعا. انا كل يوم الصبح ابدا يومي باي كوندم حماس. فيش يوم والله بيعدي علي من الصبح غير لما كوندم حماس الصبح كبداية يعني. كلنا ابدا يومي بالكوندمنيشن. انت عندك في هارفرد الناس كانت ايه اراها الموضوع؟ انقلبوا تماما طبعا يعني. اعتقد في البدايه كانوا مع الصهاينه جدا, وبعدين وبعدين شافوا لاول مره اعتقد في حياتهم مدى القسوه والوجه الحقيقي لاسرائيل. هم اسرائيل خلي بالك بالنسبه لناس كتير لو انت مش من الشرق الاوسط, اسرائيل in theory is a very utopian peaceful prosperous place. انت بتقول في ناس دول تعرضوا لواحده من أسوأ عمليات القتل الجماعي في التاريخ, فاحنا عملنا لهم دولة وعملنا لهم مكان, في مكان كده لطيف, في الجو فيه لطيف, البحر فيه حلو, فاهم, الأجواء حلوة, عشان تحميهم وعلشان يديهم فرصة ان هم يدافعوا عن نفسهم وما يموتوش, ودولة شاطرة فيها شركات شاطرة فيها شركات حلوة, ودولة بتطلع انتربرينورز ودولة بتطلع. فلو انت تعرفش اي حاجة خالص انت هتبقى بتحب الكيان ده جدا, هتبقى تتمنى له كل خير. الوجه الحقيقي بقى لإسرائيل ما ظهرش غير الشهر ده بالنسبه لهم. كتير منهم ما يعني ما كانوش يتخيلوا ان ده ممكن يكون بيحصل في فلسطين. كتير منهم ما كانوش فاهمين يعني ايه فلسطين اصلا المحتله. يعني هم فاكرين زي امريكا كده, كان الهنود الحمر بيطالبوا بارضهم, وده مش حقيقي. هو لما بنقول فلسطين المحتله احنا بنقول الارض اللي احتلت سنه 67. اسرائيل استحوذت على الارض بالحرب, وطبعا من قبلها بالتآمر وبالإرهاب وبالسرقة وبالقتل, بس سنة 48 هم حققوا أمر واقع جديد على الأرض بالحرب, وده طبقا للقانون الدولي شيء معترف به, معروف أن الحروب بتغير الخرائط. بس سنة 67 هم احتلوا الدول المجاورة ليهم, مصر كانت واحدة منهم, بلا حرب. بمعنى ما كانش رد فعل عن اعتداء, ما كانش زي 48 العرب هم اللي أعلنوا الحرب الأول. طبعا هم عملوا الحرب الاول ان الارض اتسرقت, ما كانوا بيملكوا 5% 6% من الارض بالكتير, اتكتب لهم 55% في القرار بتاع الامم المتحده اللي صوت عليه 33 دوله, ما فيش ولا واحده منهم الشرق الاوسط. يعني بقول لك الامم المتحده, دي اول حاجه كانت معموله اول امبارح, المتحده دي معموله بعد الحرب العالميه الثانيه, وتاني حاجه 33 دوله. يعني ما في دول امريكا اللاتينيه انت بتفوت على ايه يا عم؟ انت مالك انت يعني؟ ما تخليك مركز في فهم الاناناس والبيناكولادا, ايه اللي جايبك هنا؟ بس بعت الشرعيه علشان يتقال ان الدوله دي ليها ليجيتمسي. رحت انت جاي اعلنت الحرب, كسبتك في الحرب, خلاص خلقنا امر واقع جديد. مش ده اللي حصل 67؟ 67 هم بداوا بالعدوان واحتلوا الضفه الغربيه, احتلوا غزه, احتلوا سيناء, احتلوا الجولان, احتلوا. فمن 67 والمجتمع العالمي بما فيهم امريكا على فكره شايفين ان ده الليجل اوكيبيشن. الامم المتحده شايفين ده الليجل اوكيبيشن, الليجل سيتلمنتس ده في نظر الولايات المتحده. حتى الان مفيش اي حد طلع قال هنعترف بالحدود الجديده, وهم نفسهم مش معترفين بالحدود الجديده. يعني هو دلوقتي محتل, الاحتلال ده هيتفك بانك تعلن انك خدت الارض زي بوتين مثلا والقرم كده. انا هاخد الجزيره دي, خدتها معناها ان هدي سكانها نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات بتاعه المواطنين بتوعي. مش ده اللي حصل خالص. انت واخد الارض ومش راضي تدي ناسها جنسيات لانك خايف, لان عارف ان هم ديموغرافيكلي فلسطينيين ما شاء الله يعني في التكاثر برودكشن شغالين زي الفل, يعني شغل زي الفل. نسب طبعا الخصوبة أضعاف إسرائيل, فهم مرعوبين إن هم شايفين إن إيه ده, ده إحنا ممكن نفقد فكرة الهيمنة اليهودية. إحنا عايزين دي دولة اليهود, وهي ما كانتش كده في الأول, بس هم أصبحوا أكثر وضوحا. بمعنى إن هي كان معروف إنها تبقى اليهود, ولكن اليهود وبعض العرب, اليهود وبعض المسلمين والمسيحيين, اليهود وبعض السكان. دلوقتي هم لا, هم بقوا أكثر بجاحة في الاعتراف بها كدولة لليهود ولليهود فقط. فأنت أي ديانة تانية غير مرحب بها حتى لو أنت مولود هناك. فهو مش عايز يديهم جنسيات علشان ما يشاركوش في الانتخابات, ومش عايز يديهم جنسيات علشان ما يتمش ابتلاعه ديموغرافيا, وفي نفس الوقت مش عايز يديهم حكم ذاتي. ما هو نهايه الاحتلال هتبقى يا اما تديهم جنسيات يا اما تديهم ارض, حتى لو ارض اصغر من الارض اللي انت خدتها. وده اعتقد اللي عامل اكبر ازمه, وده اللي وضح للناس في امريكا وفي الجامعات حول العالم ان ابتدى يبقى في تساؤل يعني ايه احتلال. فيتقال الاحتلال ده بادي من 67, فالناس اتخض من 67, ده اطول احتلال في العالم. طبعا هم بيحاولوا
يجيبوا سيرة الصين ويقولوا ان لا ده الصين خدت التبت في الخمسينات فالصين اقدم. مش حقيقي، لان الصين بقى العكس، الصين زي روسيا كده، لو انا هحتل وهاخد وهحط ايدي وخلاص بقت ارض صيني، سواء العالم اعترف او ما اعترفش. ما هو العالم في جزء كبير منه مش معترف بالاحتلال الروسي مثلا القرم، او بفكره الاستحواذ على جزيره القرم. هم مش عايزين يعملوا ده ومش عايزين يعملوا ده. هم النهارده اطول احتلال في العالم، اطول احتلال ممتد وقائم في العالم، واتحطوا في ازمه فضحتهم. لان بالنسبه للامريكان، خاصه الامريكان صغار السن اللي ما تمش بقى كده تربيتهم على السي ان ان والول ستريت جورنال والحاجات العظيمه دي، بالنسبه لهم بيشوفوا الاول مره معضله اخلاقيه غريبه. بالنسبه لهم بيشوفوا الاول مره منهم ناس كتير جدا على فكره سود، فالسود والافارقه دول جايين من اصول تم قمعها وتم استعبادها، منهم ناس كتير مهاجرين، منهم ناس كتير تعرضوا لنوع من الظلم الاجتماعي خلاهم يلاقوا اللي بيحصل ده كفر باين، وياخدوا بالهم ان احنا بدعمنا لاسرائيل احنا بندعم احتلال، مش بندعم ملاذ امن لليهود. وده اعتقد التغيير التاريخي اللي بيحصل اليهود النهارده، ان احنا اليهود من اقليه مضطهده مطارده مشتته لالاف السنين للنهارده هي الدوله يعني الاكثر لا مبالاه للقانون الدولي ولا المنظمات الدوليه في العالم، دوله ارهابيه يعني كما يقول الكتاب. واظن دي لما شفتهاش قبل كده، ان في يهود ياخدوا حاجه زي مثلا السنترال ستيشن في نيويورك، وبرضو عملوا دخلوا كونجرس مبنى من مباني الكونجرس. فكان في دايما اللي هو الثوت لاين بتاع اللي هو لا هم مش عايزيننا عشان احنا يهود. فالاول مره هم اليهود هم اكبر ناس بتعمل at this point in time مظاهرات ضد اسرائيل واللي بيحصل في اسرائيل. ودي ما اظنش يعني شفتها قبل كده بالحماس اللي هم فيه ده، او بلاش كلمه حماس يعني في الوقت ده. ماشي، ف it's honestly موضوع كارثي. طبعا خلي بالك، انا اعتقد ان اسرائيل هي السبب الاكبر في معاداه الساميه في العالم. طبعا مش محتاجين نقول الكلام اللي عارفينه كعرب، فكره ان العرب ساميين، وان احنا بنشترك مش بس في اخوه سيدنا اسماعيل وسيدنا اسحاق او القرب والنسب من سيدنا ابراهيم، لا احنا بنشترك كمان من فوق، بنشترك من نسل سيدنا نوح وابنه من بعده سام. فاحنا يعني ده كلام احنا عارفين، يمكن العالم بره مش عارفه. بس لو بنقول ان معاداه ساميه اللي هي مقصود بيها يعني معاداه اليهود او كره اليهود كديانه، فده سلاح بيتم استخدامه من الصهيونيه، سواء الصهيونيه اليهوديه او سواء الصهيونيه المسيحيه. ما هو في على فكره مسيحيين بيدعموا هذا الامر، في يهود ضد هذا الامر. فانا الخلط بين الصهيونيه كمذهب سياسي يدعو الى انشاء وطن قومي لليهود في هذه البقعه من الارض مختلف تماما عن اليهوديه كديانه. اللي بيعمل الخلط ده هو اسرائيل، واللي بيعمل الخلط ده هو الصهاينه. اسرائيل هي اللي بتقول احنا دوله يهوديه، والاسرائيل بترتكب اشد وافظع المجازر، وفي نفس الوقت بايد وبترفع رايه اليهوديه بايد تانية علشان تبيع للعالم ان احنا بنحمي اليهود. بينما في الحقيقه الضرر الاكبر الواقع على اليهود في العالم سببه اسرائيل، لان اسرائيل اكتر دوله في العالم بتسيء لليهوديه، لان هي بتحاول تبيع للعالم النهارده ان كل القصف وقتل الاطفال ده احنا بنعمله علشان نحمي هذا الدين. الدين ده اللي بالمناسبه احنا كعرب بنعترف بيه وبنحترمه، وبنقول على موسى سيدنا موسى، وسيدنا موسى ده بالمناسبه كان مصري. يعني هم دايما بيفتكروا لنا ان فرعون كان مصري، ان المصريين بهدلونا وكانوا بيضربونا بالقرابيج، وبينسوا ان بالمناسبه ما هو سيدنا موسى ده على فكره يعني كان مصري، سيدنا يعقوب ده جه هو وابنائه مصر. يعني طبعا التفاصيل ممكن ناس كتير ما يبقوش عارفينها، بس هم عارفينها، اليهود عارفينها بشكل واضح. فكونفليتنج او ان احنا نخلط المعايير ونقول ان كل ان اليهوديه والصهيونيه وجهان لعمله واحده، ده شيء بيضر باليهوديه وده شيء بيضر باليهود. فبتشوف بقى النهارده المظاهرات اللي انت اتكلمت عليها دي، لها منظمه اسمها جيوش فويس فور بيس، ودول انا اعتقد ان هم اشجع منظمه في العالم. يعني انا مؤمن جدا بالمقوله بتاعت هاري بوتر، فكره انه يعني الموضوع بيتطلب الشجاعه دي، اوقات بتبقى ان انت يعني تقف في وجه اعدائك. الشجاعه الاكبر
بتبقى ان انت تقف في وجه اصدقائك. فان يبقى في مجموعه يهوديه النهارده بعد اللي شافوه يوم 7 اكتوبر طالعين بيقولوا لا احنا ضد ارتكاب مجازر باسم اليهوديه, نوت ان اور نيم, نوت ان اور نيم ده احد الهتافات يعني كانوا بيقولوها. ده شيء في منتهى الروعه, في منتهى الجمال, بيقول ان الحقيقه في امل للسلام, ولكن طبعا هذا السلام محتاج عدل ومفيش عدل تحت احتلال. فبتشوف ان هي العمليه ممكنه, ان النهارده في مظاهرات زي المظاهره اللي عملوها سواء في الكونجرس سواء في محطات القطارات سواء في, يعني هم شغالين عاملين شغل ممتاز ومكملين. بتشوف ان في اديان مختلفه, ده في ناس بلا اديان خالص واقفين ليه, لان احنا عندنا هدف واحد وهو وقف المجزره الحاليه. وتسال نفسك بقى, هل يا ترى النهارده اللي بيضر اليهوديه او اللي بيؤدي لمعاداه تلساميه بتعرفها الصهيوني وليس بتعرفها اللي احنا قلنا عليه, هل دول اللي بيضروا ولا هل دول اللي بيضروا, يعني اللي بيرمي القنبله هو اللي بيضر ولا اللي بينزل يتظاهر ويقول كفايه قتل؟ انا في رايي ان لو انا ما اعرفش حاجه عن اليهوديه وشفت مظاهره زي دي انا ممكن اؤمن بهذا الدين, اؤمن بيها فورا. يعني ده لو انا راجل انا ما سمعتش حاجه عن الاديان خالص وشفت كده, لاني هشوف ان في منتهى الشجاعه ان هم واقفين بيعملوا اللي هم بيعملوه. ولذلك انا شايف ان الكارت ده بيتحرق, كارت غلط الصهيونيه او 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 ويبونايزنج انتي سيميتيزم, استخدامه كسلاح تجاه كل من يعترض او ينتقد اسرائيل, ده كارت بيتحرق النهارده. كان ينفع قبل ما العالم يشوف هما بيعملوا ايه في فلسطين, قبل ما العالم يفوق ان احنا عندنا احتلال بنتكلم اهو داخلين على 50 سنة هو اكتر, وما زلنا بنبرره او تعودنا عليه او نسيناه او ما كناش فاهمينه. الكارت ده مش هينفع خالص الفترة الجاية 100%. وفي حتة برضو اللي هو ما هو زمان كانت الاعلام بيجي من مكان موحد اللي هو مثلا الجورنال, دلوقتي لا, يعني هو التكنولوجيا, انا عندي تويتر اقدر احط ارائي, اخش على انستجرام واكتب ارائي, مع ان في اللي هو الشادو بانينج والى اخره, بس لسه في حتة ان الواحد ممكن يقول صوته وممكن يطلع ويقول مهما كانت مهما حاولوا ان هم يبقوا ضد ان احنا نعمل كده, الواحد بيحاول ان هو يطلع. فالسلاح بتاعهم كل شوية بيقل ان الناريتيف مش موحدة من جورنال. انا عندي نظرية هنا انه احنا الفترة اللي فاتت هم كان سبب قوتهم ان هم موجودين في مراكز وعواصم القوة في العالم, وده الميزة اللي طلعوا بيها من يعني قرون من الشتات. بقوا جامدين, بقوا عندهم شبكة قوية جدا, بقوا عندهم قدرة على التأثير في الأماكن اللي إيه حيث يدار منها العالم. يعني موجودين في أمريكا, موجودين في لندن, موجودين في باريس, وعارفين يبقى ليهم كلمة مسموعة لأن هم ناجحين ولأن هم شطار ولأن هم مؤثرين في المجتمع اللي هم فيه. النهاردة ده بيحصل للعرب لأول مرة في التاريخ. العربي, وده رأي شخصي يعني غير مبني على أي دراسات, بحس إن إحنا مرتبطين كده بالمكان, نحب كده القعدة الحلوة, فالقعدة الحلوة تعوضش, حتى ده بيبان في الأمثلة أو في التعبيرات الدرجة. الصعوبات الاقتصادية والسياسية وفترات عدم الاستقرار اللي شافتها المنطقة, لو قلنا 20-30-40 سنة اللي فاتوا, يعني خلت هناك أجيال جديدة من المهاجرين وأبناء المهاجرين وأبناء أبناء المهاجرين, أجيال أولى وأجيال تانية وأجيال تالتة, بقت موجودة النهاردة في هذه العواصم. ما هو ده زي الدولة الرومانية كده, المحتل بيغزو وما بيبقاش عامل حسابه الهجرة اللي هتجيله بعد كده. فانت بتغزو افريقيا, ما هيجي لك الافارقة, بتغزو الشرق فهيجي لك الشرق. طبعا ده انا بتكلم على عبر عقود تاريخية. يعني النهاردة لما تشوف المظاهرات اللي في لندن, لما تشوف المظاهرات اللي في امريكا, لما تشوف المظاهرات اللي في فرنسا, تشوف المظاهرات اللي في برلين, لما تشوف, ما كنتش تتخيل ابدا ان انت المظاهرات دي تبقى موجودة من 50 سنة. بس النهاردة بقى ليك ثقل, النهاردة بقى ليك صوت. هل هو صوت بهذه الدرجة من التأثير؟ لا, ليس يعني not yet, ليس بعد, بس هو جاي لا محالة, لان احنا تاني الله ينور كويسين جدا في التكاثر, كويسين جدا في reproduction, قنبلة موقوتة ديموغرافيا. فانا اعتقد ان كمان 10-20-50 سنة لا هنبقى لينا رأي مؤثر, وهيبقى العرب في الخارج ليهم كلمة, لان العرب في الخارج هيبقوا بيؤثروا على الانتخابات,
زي ما النهارده اليهود في الخارج لهم كلمة انهم بيأثروا على الانتخابات يا اما بالتصويت يا اما بالتمويل. احنا هنبقى كده. فانا شايف ان ده تغيير ايجابي وتغيير برضو كان غير محسوب. احنا اجبرنا على السفر وعن طريق السفر ده بقينا صوت للي ما سافروش، عن طريق السفر ده بقينا صوت للقضية. وده باين في بعض الاحصائيات، يعني بعض الارقام بتقول انه لو قلنا I stand with Palestine أو I stand with Israel على تيك توك هتلاقي ان I stand with Israel حوالي 350 مليون تفاعل، I stand with Palestine 4 مليار. مفيش مقارنة. طبعا السوشيال ميديا لا تعكس وضع المجتمع ككل، هي برضو فئة عمرية محددة، هي بس في حد ذاته ده ما كناش نحلم بربعه من 5 سنين، مش من 10 سنين. ففي تغيير على الأرض، في تغيير على الأرض، والتغيير الأكبر هيحصل لما كل واحد فينا يبقى شاطر في مجاله ويبقى شاطر في حتته عشان يعرف يوصل هذا الصوت. لأنك تفاجأ إن جزء كبير من الدعم الأمريكي عن جهل وليس عن تآمر. في جزء كبير عن تآمر، في حكومة ليها مصالح، في اقتصاد له مصالح، يعني في مال وسلاح مصلحتهم الوضع كما هو عليه. بس في جزء تاني خالص ما بيسمعش غير قصة من تجاه واحد. طب النهارده الأول مرة بيسمع القصة دي من الناحية التانية، والناحية التانية بتكسب لنا الحق معاها، مش لأي حاجة تانية، مش عشان احنا بنحكي أحسن، عشان الحق معانا. في محتل وفي محتل أيضا، ولكن بالعكس. فالعملية واضحة. لا، وبعدين اللي حصل في أوكرانيا مش من بعيد، فهو موضوع التضاد ما بين الرياكشن الغربي بيدل على الموضوع في نوع من نوعية العنصرية، اللي هو ده مش أبيض فمش فارق لي. بس الجيل اللي طالع، يعني مثلا بعيدا حتى عن العرب، بس مثلا جريتا طلعت قالت لا انا بقف مع فلسطين، وده بيوري ان الجيل اللي قادم كله زي ما انت بتقول ده هيبقى رأيه. يعني لو في الغرب الاراء كانت زمان اللي هو لا احنا مع اسرائيل مهما كان، القوة بتاعت الديموغرافيك زي ما انت بتقول بعيدا حتى عن العرب، الجنزي لا، الموضوع ابتدى يتغير. وهو اي حاجه لما بتتغير السياسه محتاجه، يعني الرجل السياسي محتاج يغير كلامه عشان يكسب الناس من الديموغرافيه دي. صحيح. فالموضوع قادم 100%. واظن النهارده في لندن كان في مليونيه عمرها، يعني بقى لها مثلا اخر مليونيه كانت من كام سنه، اظن اكتر من 20-30 سنه. فده بيوري ان لا، هو في صوت جديد، صوت قادم، والسياسيين وذر بقى هو سونك المتخلف عقليا في رأيي الشخصي او بايدن اللي هيجي زيهم بعد 10 سنين، هو عايز يكسب الديموغرافيكس دي. فهو هي مسألة وقت. يعني طبعا عشان كده انا متفائل جدا، انا شايف ان حصل انتصار لفلسطين، فلسطين انتصرت، او فلسطين بتنتصر، تنتصر في خلال سنة، تنتصر في خلال 100، تنتصر في خلال 1000. انا شايفنا انتصار. ان النهاردة يبقى في مظاهرات في عواصم العالم لفلسطين ده شيء ما كانش حد يحلم بيه يعني. ولكن بنشوف مش بس تظاهر على المستوى الشعبي، احنا بنشوف تظاهر على المستوى الحكومي. احنا بنشوف ان في حملة استقالات في وزارة الخارجية الامريكية. احنا بنشوف في مقال في الفورين بوليسي بيتكلم ان في ديسنت از بروينج، ان في حالة غليان، لان الناس مش مصدقة ان وزارة الخارجية اللي هي المفروض دبلوماسية، المفروض ده أرقى علامات تحضر الشعوب، ان احنا بنحل مشاكلنا بالكلام، هي دي وظيفة وزارة الخارجية، نتوسط عشان ما يبقى، يعني وزارة الخارجية بتشتغل عشان وزارة الدفاع ما تشتغلش. ومع ذلك شايفين وزارة الخارجية بتدي كارت ابيض وبتقول، في ناس متضايقة جدا، هل كنا نحلم بده؟ لا طبعا. احنا شفنا، احنا يعني افغانستان مش بعيدة، العراق مش بعيدة، وما ظنش ان رد الفعل العالمي يقارن. جزء ده طبعا السوشيال ميديا والاعلام البديل، وجزء تاني اعتقد له علاقة بقوة الحق في ذاته. الحق انا معتقد انه قوي في ذاته، لانه مش محتاج اقناع، لانه مش محتاج جهد، مش محتاج يتباع، على عكس اسرائيل. كيبوتس ده بيحتاج يتعمل له ماركتنج كامبين واعلانات ونبيعه للناس ولازم ندي للناس فلوس، ولازم نسبسيدايز الناس اللي هتيجي تعيش، ولازم نديهم خصومات في الضرائب، ولازم نديهم فلوس عشان نخليهم يجوا. انما لما يكون معك الحق انا شايف انه بيبقى واضح جدا، ما بيكسبش اوتوماتيك. الحق بلا قوة يعني بيفضل قاعد كده مركون في الدرج، بس الحق في ذاته مقنع.
والحق في ذاته بالفطره الانسان بيميل ليه. يعني في كتاب اسمه جاست بيبيز بتاع دكتور في علم النفس متخصص في علم نفس الاطفال والاطفال شديد الصغر يعني الانفنتس اسمه بول بلوم. احنا عندنا نزعه فطريه للعداله. الانسان بيتولد كده لا اتعلم لغه ولا دين ولا اخلاق ولا شاف حاجه خالص. يعني بنتكلم على سن 6 شهور على سن سنه ممكن بعضهم ما اتكلمش حتى ويوروهم اشكال مثلا وده ياخد بونبونايه وده ياخد بونبونايتين وتشوف ده ان احنا عندنا نزعه فطريه للعدل وبالتالي ده بيخليني متفائل. هو بس بيبقى محتاج شويه جهد في التوعيه بيه وشويه جهد وقوه لاخذه واسترداده. بس في حد ذاته قوي جدا لان اي حد بيشوف اللي بيحصل النهارده ما بيحتاجش اقناع خلاص. فعشان كده انا شايف ان اسرائيل بتخسر التعاطف العالمي. اسرائيل بتخسر هيمنتها على السرديه او على القصه. هم بيكونترولوا وبيدومينيتوا وبيمونوبلايز النراتيف بقى لهم عقود. ده ما بيحصلش النهارده. وزي ما بقى ليهم تواجد دولي بقى لينا احنا كمان تواجد دولي. فالارض بتتغير 100%. انت كنت بتتكلم على ان من سبب نجاح الصهاينة ان هم في العواصم موجودين وناجحين في الشغل بتاعهم. انت ما كنتش في عواصم امريكا بس كنت في بوسطن بتعمل الام بي اي بتاعك هناك. وفي رأيي يعني انت ساهمت في اكتر شو في العالم العربي ناجح من ناحية الكونتنت كرييشن او الستوري تيلينج. وفي حاجات كتير ممكن الواحد يتعلمها من الجزء ده. احكي لي على النجاح ده او ازاي توصلته من اوضة في شقة في مش عارف فين غالبا في مدينة نصر للعالمية ويبقى فيه شو لما ما يجيبش الملايين يبقى الحلقة دي ما مشتش كويس. والله يعني اشكرك جدا اولا. اعتقد انه كثير من الحظ وكثير من التوفيق وكثير من الامتيازات رحلة طويلة جدا. انا شاركت في برنامج الدحيح من 2018 ل 2021. توقفت في الكتاب في الدحيح لما سافرت امريكا وكنت محظوظ جدا. كنت محظوظ ان انا كنت بدرس معاه في الجامعة وهو بدأ كل حاجة. كان وان مان شو. كان هو اللي بيعمل التصوير والكتابة والاداء وكل شيء. وهو بياخد بالاسباب برضه. يعني هو بالفعل دحيح وهو كان هو الـ الأخ الأكبر لخمس أبناء 4 أولاد وبنت وكان ساكن في السعودية. وبالتالي ما فيش أي منفذ للترفيه. السعودية في التسعينات مختلفة تماما عن السعودية في الألفينات. وكان بيحب يقرأ. كانت القراءة اللي بتسليه. يعني كان هو في يوم بيروح يقرأ في المكتبة في مكتبة الجرير. في يوم تاني بيروح في النادي بيلعب باسكت. ولما بيسافروا بقى يروحوا مثلا من المدينة لجدة فهيقعدوا بالساعات في العربية فهو يحكي لإخواته يحكي اللي قراه. فبقى عندنا قارئ نهم جدا. قارئ اتعلم الكتابة وتعلم الحكي من كتر ما قرأ حكايات. يعني أنا مقتنع جدا كود بحبه جدا بتاع فيرجينيا وولف تقول read a thousand books and your words will flow like a river. يعني عايز تعلم الكتابة اقرأ. عايز تعلم الحكي اقرأ. عايز تبقى يعني لو قريت خلاص زي بالظبط لو انت عايز تعمل افلام فاتفرج على افلام. يعني ما هتتعلم. فهو اتعلم بشكل فطري تماما بشكل حتى ما كانش مطلوب او مرجو منه اي مصلحة او اي خطوة للمستقبل. بيحب حاجة فبيعملها. وبعدين في 2020 يعني اعتقد بعد ما تم 20 سنة في 2014 قرر ان هو ممكن بقى يبدأ يحكي. يعني كان ساعتها اليوتيوب بدأ يبقى شيء جديد. ابتدى يبقى فيه نجوم على اليوتيوب بيظهروا في التلفزيون. ويعني بدأ بقى اليوتيوب ده يبقى حاجة جادة. وقعد صيف كامل ناس تانية بتعمل تدريب وبتعمل انترنشيبس وهو كان قاعد بيتفرج على كورسات كده على اليوتيوب حاجات مجانية تماما. ده برضو حاجة ناس ما بتاخدش بالها منها. يعني كتير قوي التحجج في عدم التعلم. ايه المصاريف الوقت اليوتيوب النهاردة الجهة الأكثر أو الموقع الأعلى استخداما في التعلم. اي حد عايز يتعلم تربو كرافتة ازاي بتعمل مفاعل نووي ازاي اليوتيوب ما سابش حاجة. فهو قاعد يعمل كده على اليوتيوب قاعد يتفرج ويقرأ ويشوف ويتصور ازاي يسجل صوت ازاي. يعني حاجات تكنيكال بسيطة جدا 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 بس خب الاسباب. يعني في حظ في النشأة. هو ما اختارش ابوه وامه. وابوه كان بيشجعه جدا جدا جدا. الوليد ده يعني انا مدين له بالكثير ان هو السبب في هذا الشيء الجميل جدا. احلى التجارب اللي حصلت في حياتي
لانه كان بيدعمه انه كان هو قارئ نهم جدا جدا جدا, فشجع ابنه عايز يقلده طبعا, وفي نفس الوقت يعني مفيش بقى فكره تركز بقى في مذاكرتك وبتاع, لا ركز في اللي انت بتحبه, تحب القرايه خد اقرا 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 اقرا. فانا اعتقد انه كان محظوظ, وكان محظوظ حتى بالصعوبات, يعني فكره ان انت تبعد في مكان فيهوش ترفيه, تبعد في مكان ما فيهوش حاجه تانية تتعمل, ده خلى الحاجه الوحيده هي الحاجه اللي هو ايه يسر المنفذ. لها يعني المنفذ الوحيد. ولكن خد بالاسباب برضو وحاول يتعلم, وبعدين بدا وما احبطش, وكان المفروض يحبط يعني. اول فيديو ده جاب 50 مشاهده, وكان فاكر بقى انه هيفرقع يعني هيبقى جون ستيوارت يعني من اول حلقتين, فيديو ورا التاني ورا التالت ورا الرابع ورا الخامس ورا السادس, لحد ما عمل الفيديو بتاع انترستيلر, ده اول فيديو يفرقع معاه, وكان في وقته وكان مطلوب. فاعتقد ان تاني يعني كثير من الحظ, كثير من التوفيق, وتوفيق في انه يعني انت بتعمل الحاجه السليمه في الوقت السليم. يعني هو لو عمل اللي هو عمله ده النهارده ما اظنش انه ينجح, ما اظنش انه ينجح بنفس الدرجه, بس هو كان في وقت كان في احتياج لهذا النوع من المحتوى, المحتوى المعرفي, المحتوى اللي هو مش سياسي مش كوميدي مش ترفيهي, احنا بنمزج الاثنين مع بعض, فهو في الوقت الصحيح في المكان الصحيح. وكثير من الحظ بقى طبعا يعني رقم واحد, وكثير من الاخطاء وكثير من التعلم, هكذا بدأنا. يا ريت نقرا كتاب الدحيح ده, اهم حاجه اي حد بيتفرج علينا طلع كتاب. ايوه طلع الكتاب اهو يعني كتاب الدحيح, غلافه الدحيح, شهداء يناير اللي ماتوا في احداث سنة اهو. يا ريت يا جماعه نقرا كتاب الدحيح اللي هو الدحيح على الولاد, وعنوانه اسمه الدحيح. يعني اتمنى بعد اذنكم انكم تشوفوا هذا الكتاب كده, تنظروا الى نظره عطف, ويعني جبر الخواطر على الله يعني زقوا معايا السوق يعني, فاش منظري وحش كده قدام احمد مراد يعني. بعتذر عن هذا الفصل الدعائي, بس يعني بس برضو اظن انت متواضع في ردك. لا والله بجد, لا بس لا بتكلم اكيد اكيد الحظ لعب دور, بس انت ركزت اكتر بكتير على دور غندور والغندور عمله. انا ما يعني انا بالنسبه لي غندور غندور بدا رحله شاركوا فيها ناس, وانا كنت محظوظ ان انا شاركت فيها بضع سنوات يعني بضع سنين كده. انا قعدت معاه حوالي 4 سنين 2018 2021, ولكن انا دايما برجع له هو يعني طبعا اولا برجع لربنا الفضل, ثم اهله, ثم هو, لان هو بدأها لوحده, ودي كانت خطوه شجاعه وخطوه صعبه. وبعدين منتهى بقى الحكمه والنضج ان انا ابقى عارف ان انا مش جامد في كل حاجه, فابدا استعين بفريق وابدا اثق في الفريق ده, وابدا ما اتدخلش في الفريق ده بيكتبه, ما اتدخلش في الفريق ده بيقوله. يعني هو عنده كثير من الحكمه في انه عارف هو ما يعرفش ايه, وده اعتقد اللي خلى الناس تحب تشتغل معاه, وخلاه يقدر يستعين بخبرات تكبره وتخليه قادر على الاستمرار كمان, مش بس النمو, الاستمرار على المدى الطويل اصعب كتير. دحيح النهارده في السنه العشرة, شهر 9 القادم 9/2024 يتم 10 سنين, ولذلك دايما برجع له في الاول, وكمان دايما برجع له في الاول لان انا بعتبره استاذي في الكتاب, واول واحد اذكره, اول واحد ابقى هتجنن بتعملها ازاي. في حاجات هو كان بيعملها بالفطره, انا عشان اتعلمها كنت بذاكرها, يعني كنت ببذل اضعاف الجهد اللي هو بيعمله, لان هو جاي معاه بشكل فطري جدا تلقائي جدا من كتر ما ارى هو بيعملها بشكل تلقائي. انا علشان اعرف اكتب حاجه بالمستوى اللي هو كان فيه ده, كان لازم بقى اقعد ريفرس انجينير, وانت بتعمل ايه وبتبدا بالقصه ازاي, طب بتخرج امتى, بتعمل ايه امتى. وطبعا تاني الكتابه زي الرياضه بتحتاج ممارسه كتير, بس دايما بقول ان انا ممتن ليه بالفضل في ده, انه كان اول حد اتعلم منه الكتابه. وايه اللي اتعلمته, لان برضو لو فكرنا الفاوندر دوره او دورها جزء كبير ان هو يبقى ستوري تيلر, ان يقول قصة المستثمر ممكن يقع في غرامها ويحس ويحلم باللي هو بيقوله. ومن الناحية التانية برضو الموظفين هو محتاج يشجعهم ويعمل قصة ان ممكن التيم كله يصدقها وكل يوم يشتغلوا بدل من 9-5, لا انا اشتغل من 9-12. لازم يكون في حتة قصة, في حاجة بتتباع. ومن الناحية التانية برضو لو هو بيشتغل او بتشتغل مع موردين او وكلة وهي لسه ستارت اب صغيرة, انا لازم ابيع لهم حلم ان النهاردة انا هاخد منك بالسعر ده, قللهولي
وبكره هبقى كبير كفايه ان ساعتها ممكن يكون في فوليوم. ففي جزء كبير من الحته دي اللي هي القصص. فايه دور او ايه اللي انت اتعلمته في انك تكتب قصه ممكن تتاخد لفاوندر؟ والله انا يعني لو بنتكلم على الفاوندر, فالفاوندر ده زيه زي الرئيس, سواء رئيس جمهوريه سواء رئيس شركه سواء اي حد بيقود مجموعه من الناس. انا في كوت لنابليون بحبه جدا بيقول ان leaders are dealers of hope. هو مش بيبيع رؤية, هو بيبيع امل. هو عايز اللي حواليه يبقوا متفائلين ان بالامكان افضل من مكان احنا ممكن نعمل حاجة حلوة, وده ممكن توصل له بكذا شكل. غندور محتاجش يبيع لحاجة. غندور كان شاطر وكان شاطر قوي زي محمد صلاح كده, يعني هو مش محتاج يقعد يتكلم, مش محتاج يحكي, هو في حد ذاته قصة. فكان بالنسبة لي انه يبقى بيقول محتوى مهم بهذا الشكل ومفيد بهذا الشكل وبيحقق هذا النجاح وهذا الانتشار, ده كان شيء كافي لإشعال الحماس وإشعال الرغبة في المشاركة ولو بطوبة في هذا المبنى الجميل. بس أول حاجة تعلمتها منه هي ان story is king, هي القصة هي أهم حاجة. والقصة لو جينا نبص خارج بقى الدحيح, خارج أي حاجة, هي أقدم وسيلة ترفيه في التاريخ, قبل المسرح, قبل أي, قبل الكتابة, قبل اختراع الكتابة. الكتابة دي على فكرة ما كانتش, يعني الناس ما كانوش لترت منذ, يعني بني أدمين ما نزلوش كده بيعرفوا يكتبوا ويقروا. دي كانت وسيلة في الكوميونيكيشن لما العدد زاد في الأول, وإحنا قاعدين في الكهف كده في القبيلة كانت يعني ممكن إيه تخلص بالحكي, إحنا بنحكي فبنتسلى, قاعدين كده بنشوي دورة أو بنحكي فبنتعلم. فكانت أغلب المعرفة الإنسانية محكية في الأصل. الديانات في البداية كانت قصص, يعني في القرآن حتى نحن نقص عليك أحسن القصص, الإنجيل قصص, كل حاجة مطلوبة أنك تفتكرها وتتعلم منها وتأثر فيك فتغير سلوكك قصة. رغم أنه يعني لو بنتكلم في إيه الحاجات الجد في الدنيا, فما فيش حاجة جد أكتر من الدين. كان ممكن ينزل بوليت بوينتس, يعني كان ممكن أي ديانة تبقى افعل ولا تفعل وخلاص وخلصنا. بس هو القصص statistically بتفتكرها أكتر, تسترجعها أكتر, وكمان بتحس. احنا برضو احنا بننسى ان المشاعر هي اللي سايقة. احنا بنفتكر ان العقل هو اللي سايق والمشاعر بتأثر عليه, وفي الحقيقة المشاعر هي اللي سايقة طول الوقت والعقل بيحاول بس يعني يوجه او يرشد او يفرمل او يرفع الهاند بريك لما تبقى داخل على بلوة. بس في الأصل علشان أحرك مشاعري مش هتحرك غير بقصة. فأنا القصة بتإديوكيت وبتإنترتين وبتعمل إيموشنال ريزونانس, بتخليني أحط نفسي مكان الشخص. الإيموشنال ريزونانس ده, الريزونانس ده فكرة إن يعني كأني أنا بلعب على وتر في المزيكا وفي إزاز, فالإزاز بيتهز, لازم بيتهز لأنه وصل لنفس الفريكونسي بتاعة الصوت. فده اللي بيحصل لك لما تسمع قصة. أنت بعيد خالص عن اللي بيحصل, بس أنت تأثرت قوي باللي حصل, حطيت نفسك مكان الشخص ده. فالشعور, حالة الإكسايتمنت دي وحالة التأثر الشديدة دي, الإمباثي العالية جدا دي اللي هتخليك تغير يا في سلوك, يا تغير في فكر, يا تغير في وجهة نظر, تغير في رؤية للعالم. فالتغيير في الحقيقة بيجي بالعاطف, والعاطف بتيجي بالحكايات. التغيير ما بيجيش بالاقتناع, ما كانش حد غلب. التغيير بيجي لما الناس تحس الشعور. فدي عبقرية القصص, انها بتجمع الثلاث حاجات دول, ودي عبقريتها للتجربة الإنسانية في النهاية واحدة, هي أكتر حاجة بتخلينا نريليت لبعض وننقل تجارب. ده أنا اتعلمته من أحمد, وهو كان بيعمله بشكل فطري جدا, لأني قارنت. أحمد ما كانش أول واحد, يعني زي أوبر كده, ما كانوش أول ناس في الرايد هيلينج خالص, بس كانوا أشطر ناس, هم عملوها أول ناس يعملوها بشكل أشطر ناس برضه. بس غيره كانوا فاكرين إن كلمة السر في حتة التعلم أو في حتة المعرفة, حط معلومات. بينما احمد كان مركز في حته حط متعه, حط ترفيه, والترفيه مش لكجري. يعني انا بعتبر ان حاجه من الحاجات اللي ممكن نصلح بيها التعليم بشكل سهل ورخيص وسريع, ان انت تعتمد على القصص, ان انت تعلي المحتوى الترفيهي, ان يبقى المدرس بيتعلم ازاي يقول قصه كويس, ازاي يبقى حكاء كويس. حتى لو نفس المنهج الفايده منه هتتضاعف, حتى لو نفس الماتيريال الاستيعاب والقدره على استرجاعه هتزيد. فده كان بالنسبة لي أول ملاحظة, إن أحمد مش الأول ومش الوحيد,
يات اللي بيحاولوا ينافسوه في الحته دي كلهم ممكن يكونوا بيقولوا حاجات بالمناسبه اكثر علما منه، يعني في منهم ناس دكاتره في الجامعه بس بصوره اكثر مللا. فاذا المدخل للتعلم انها تبقى حاجه ممتعه، وما فيش امتع من القصص. ده كان اكبر درس اتعلمته منه، وده درس بقى يطبق في لو بتكتب كتاب، في لو بتفتح شركه، في لو بتعمل فيلم، في لو بتدرس حق. يعني ان الستوري از كينج، ازاي اقدر اقولها بشكل قصه. فلو انا يعني بريس فاندز دلوقتي تاني بولت بوينتس دراي الدلنس، وبرضو القصه بتحتاج نوع من انواع الفولنربيليتي برضو، يعني جزء يعني تاني عشان نوصل لفكره اعلى درجه من الدرجات، وهي فكره ان انا اللي قدامي يحس. دي بتحتاج برضو اوثنتيسيتي، بتحتاج صدق. الناس بتفلتر بسرعه جدا من اي محاوله للتظاهر، باي اي بريتنشسنس من اي نوع. الناس فدي اكبر نصيحه، ان شوف حاجه اللي قدامك يقدر يتواصل ويرتبط بيها كده شعوريا، شوف حاجه اللي قدامك يفهمها، شوف حاجه اللي قدامك يستفيد بيها، شوف حاجه اللي قدامك يفتكرها، في نفس الوقت شوف حاجه تبقى حقيقيه ومعبره عنك. ما تحاولش تكذب، ما تحاولش تتظاهر، ما تحاول يعني حط يور كاركتر فيها، واعتقد ذات كود هيلب اني انتربرينور. طب وانت كنت بتقول ان ستوري از كينج، ايه بقى الستوري؟ يعني ازاي يعني ممكن هي نفس القصه بس تتحكي بمر يعني مره بطريقه ومره تانية بطريقه؟ طبعا. المره التانية توصل مشاعر والواحد يحس حاجه بفعلا، واول مره الواحد ما يحسش بحاجه خالص، بس هي نفس القصه. ايه بقى اللي بيخلي القصه تحسس البني ادم بحاجه؟ والله القصص الحلوة عادة بيبقى فيها خط قصصي، يعني كلمة قصة من تقصي الأثر، من القص. قص ده القصاص. القصاص دي ممكن تبقى الحكاء، وممكن تبقى شخص اللي إيه كان بيمشي في الصحراء كده يشوف القوافل ماشية إزاي. ده معناه إيه؟ معناه يبقى فيه لاين، تسلسل في الأحداث، فيه خط. هو ده البلوت، هو ده الحبكة، هو ده هي جاية من التعريف. اللغة العربية لغة عبقرية في الاتيمولوجي بتاع فكره الاصل الكلمات. فاحنا القصه دي محتاجه فيها خط، محتاج يبقى ليها بدايه ووسط ونهايه، ومحتاج يبقى ليها تسلسل منطقي، في احداث، الاحداث ادت لنتائج، حصل كذا فحصل كذا، this happened so this happened، مش this happened and this happened، مش حصل كذا وكذا وكذا، مش جه مصر عين سافر وبعدين جه مصر فتخانق فسافر فتقبض عليه فرجع فطلق فتجوز السببيه دي حاجه من الحاجات السهله جدا تخلي القصص احلى بكتير. اتنين يعني سيت فيلد مثلا، وهو من اباطره كتابه السيناريو في العالم الله يرحمه، يعني بنصح اي حد عايز يتعلم الكتابه ان هو يقرا كل كتبه، عنده 7 كتب يتقروا كلهم، كل كتاب احلى من التاني، وهو مش ابن خالتي يعني الله يرحمه، الراجل مات فانا مش ببيع له كده وخلاص، انا بنصح فعلا لله. الراجل ده جامد جدا، وبيقول ان يعني لو هتكتب قصه اول حاجه تفكر فيها المين اكشن والمين كاركتر، ايه الشخص البطل وايه المين اكشن، ايه اهم حاجه هتحصل في القصه، ده لازم يبقى واضح جدا تماما. والاحداث يعني، وبعدين فكره القصه الجيده دي قتلت بحثا يعني من ايام يعني من ايام الفراعنه، يعني من ايام اليونانيين، والانسان بيدور هو ايه اللي بيخلي وات ميكس ا جود ستوري. انا اعتقد ان القصه الجيده بتعمل ما يسمى بالانجلز كوكتيل كده، بتخلي المخ يفرز 3 هرمونات او 3 كيميكلز في منتهى الروعه. ده في رايي بيخلي القصه ممتعه جدا جدا جدا. الحاجه الاولانيه هي الدوبامين، والدوبامين هو ليس هرمون السعاده كما هو متداول عنه، الدوبامين هو هرمون توقع السعاده. يعني الدوبامين مش البليجر هرمون، ده مش حقيقي. الدوبامين is the anticipation of pleasure هرمون، انا متوقع ان في حاجة هتبسطني، فتوقع الانبساط ده اللي بيبسط. الانبساط نفسه بيتنسي على طول، المخ بيستابلايز الكيميكلز في ثواني كده. لما بتسكرول انت الدوبامين مش بيجي لما بتشوف فيديو حلو، الدوبامين بيجي مع دي، لان ان شاء الله فيديو حلو ده فيديو منين فتحمك تاني، دوبامين سيرج دوبامين سيرج دوبامين. وزي اي كيمياء في المخ، المخ بيستابلايز فورا، فبالتالي بتتعود عليه، فبالتالي ما بيأثرش معاك. ايه اللي بيعمل الدوبامين ده في الحكي؟ الكليف هانجرز، او المواقف اللي نهايتها غير متوقعه. حطني في موقف كده فيه هاي ستيكس وفيه كده يعني
داخلين على بلوة، يا ترى هنطلع من البلوة ولا هنلبس في البلوة؟ سايقين على مية وفي حيطة، يا ترى هنلبس في الحيطة ولا هنفرمل ولا هنحود ولا هنعمل؟ ان يبقى في شخصية، والشخصية دي قدامها اختيارات، وهو اكشن اس كاركتر يعني، ده سيت فيلد ثاني يعني، اكشن اس كاركتر. انت الشخصية بتبان في المواقف، احط مواقف، احط اختيارات صعبة، وخلي الناس مش عارفة هيحلها ازاي، طب هيختار ايه، حصل كذا فنزلت فمعي فلوس، فحد ثبتني، فالموبايل اتسرق، وتبقى حاجات طبعا كل لما اللي قدامك هيقدر يريليت ليها وهيحس ان هو ممكن يبقى في المكان ده، كل ما يصدقها اكتر، كل ما يتعاطف معها اكتر، كل ما يركز فيها اكتر. فده الدوبامين، ده ابسط حاجه، تبقاش ممل يعني، يعني ما نقعدش بقى في نفس القصه، فاهم يعني؟ في اوقات وانت عايز تحكم تتفرج على اصحابك وهما بيحكوا، انت تبعت في نفس القعده، في واحد بيتكلم الناس كلها طالعه موبايلات، في واحد تاني بيتكلم تلاقي الناس كلها قاعده مركزه، لان ده هيقول حاجه غير متوقعه، unexpected. فالunexpectation ده هو ده الانسيبيشن اوف بليجر من المخ، هيفاجئني دلوقتي، هي وده اللي بيضحكنا على فكره يعني في الكوميدي. وده تاني حاجه، الكوميدي عباره عن ذا بيناين فيوليشن، يعني الانتهاك او المخالفه الحميده للتوقعات. ده طبعا برضو تاني، الكوميديا قتلت بحثا منذ فجر التاريخ، بس يعني احدث نظريه ليها، وهي النظريه الاشمل من وجهه نظري، هي نظريه مخالفه التوقعات. الحاجه دي مضحكه ليه؟ لانه قال حاجه انا مش متوقعه، او حصلت حاجه انا مش متوقعه، بس هي لازم تبقى حاجه حميده. يعني مثلا حد مثلا رايح المدرسه، فبدل ما يلبس اليونيفورم لبس مثلا تيشرت محمد صلاح، ممكن تبقى حاجه مضحكه لو ليها باك ستوري. او بس مثلا حد في جنازه او في دفنه فلبس تيشيرت الكوره، او واحده مثلا بدل ما تلبس اسود راحت لابسه تيشيرت مو صلاح، ما اظنش انها تبقى مضحكه قوي. على حسب طبعا انت هتبيع ازاي وتعمل سيت اب ازاي، بس تبقى مخالفه حميده. يعني واحد اتزحلق على موزه فوقع وهدومه بلت، غير واحد اتزحلق على موزه فوقع كسرت رقبته، او فوقع عنده العضه دغدغت. طبعا احنا بنضحك دلوقتي، عادي الموضوع مضحك جدا، مش مشكله يعني، بنرحمه. بس يعني البناين فيوليشن اوف اكسبكتيشن، يعني مش هضحك لو حد فاهم اتضرب بالنار، بس هضحك لو حد مثلا اتضرب على قفاه يعني. فالكوميديا بتعمل تاني حاجه، الكوميديا بتطلع اندورفينز، والاندورفينز دي مخدرات الحلال. الاندورفينز دي بتخلينا نضحك، وبتعمل ريليف كده للتنشن، وبتخلينا مركزين، وبتخلينا نشوف اللي بيضحكنا انه اذكى. احنا بنميل ان احنا اللي بيضحكونا نظن ان هم اذكى، ونظن ان هم اكثر يعني صلاحيه وكفاءه لتولي مناصب القياده. فالحقيقه الناس الكئيبه قوي في الشغل، في ناس كده عدوه الفرحه في الشغل، هم انا سيريس انا بروفيشنال، ده غلط ظن، مش هيترقى خالص، غلط ظن، محدش هيحب يشتغل معاه. على عكس التاني اللي بيهرج وبيضحك، ده مش معناه ان هو يعني فاهم، احنا مش ستاند اب كوميدي يعني، بس الشخص اللي الناس بتضحك بيشوفوه اسئله، لان ده نوع من الذكاء. ما هو تاني فكره ان انا بلعب بالاكسبكتيشن، انا بعرف اقول ايه وبعدين اقول ايه عكسه. فده تاني حاجه، القصه الممتعه بتضحك. مفيش فيلم درامي مفيهوش موقف ده، مفيش حاجه في الدنيا يعني انت بتلاقي الناس بتضحك في العزاء، لان احنا كمان ادمين الضحك ده، ربنا خلقه كده نعمه بتهدينا بتخلينا نريلاكس، وبيقلل الستريس يعني، بيقلل هرمون الكورتيزول، فصحيا الضحك مهم جدا. فالفيلم الرعب الناجح فيها اوقات فيها هيومر، فيلم الاكشن الناجح فيها حاجات فيها هيومر، فيلم الدراما الناجح فيها حاجات فيها هيومر. فانك هاري بوتر كان بتتكلم عن معركه بين الخير والشر، يعني قصه ثقيله جدا جدا، كانت بتكسرها، كانت مخليها للناس كلها وكل الاعمار والناس كلها بتحبها عشان الهيومر. فطبعا الفكاهه دي برضو من علامات القصه الجيده. وثالث حاجه وهي اهم حاجه في رايي، هي الهرمون الاوكسيتوسين، والاوكسيتوسين الاوكسيتوسين ده هرمون الانتمسي، العلاقات الحميميه، العلاقات القريبه، لانه هرمون الثقه. الهرمون ده هو اللي بيخليك تثق في اللي قدامك، فانت ما تثقش غير في القريبين منك. ده برضو تاني بالفطره، بني ادمين يعني من هم عيال صغيره بيتولدوا عندهم فكره احنا وهم، انا بترست ماي بيبل، فيور بيبل دول المخ بيركوجنايز لما تلاقي ليه الاوكسيتوسين عالي. الاوكسيتوسين ده بيفرز لما الشخص يحكي قصة شخصية. يعني أنا مثلا في 2018 والدي تعب شوية
يعني كان راجل ما شاء الله ينزل الحيطه كده يحط ايده فاهم يوقع اللي قدام يعني كان اطول مني راجل كده ملء السمع والابصار ومره واحده بطنه تعبته شويه واتقال ان عندك السكر وقلنا عادي يعني في ناس بيجي لها السكر على كبر وخلاص يعني يبدو انها حاجه كده ممكن يبقى عندك ممكن يبقى عندك 60 سنه ويجي لك السكر وخد ادويه سكر وجبنا الجهاز بتاع السكر خلاص بقى انا اتاقلم ان في حاجه في مرض السكر دخل العيله وبعدين فوجئنا ان هو بعد شهر تعب جدا فروحنا نكشف هم طلبوا حاجه ما طلبوهاش اول مره وهي ان هم يعملوا اشعه على البنكرياس عملوا اشعه وبعدين لانهم بيطلبوا ان هم يسحبوا عينه بايوبسي وبعدين لانهم بيقولوا لنا ده كانسر ستيج 4 ات از دان ملهاش حل بعد 3 اسابيع طف دخل المستشفى ما طلعش القصه اللي انا حكيتها لك دي حقيقيه جدا وهتلاقي ان من كوست كل كام اللي احنا قلناه ده يمكن اكتر وقت كنت مركز فيه للا شيء غير ان انا حكيت قصه حقيقيه حكيت قصه بتظهرني كانسان اولا بتجرد بقى من ان انا عايز ابان النهارده كاتب بقى شاطر عايز ابان لا النهارده هتجرد وهخلع اي ماسك او اي حاجه واحكي قصه شخصيه التجرد ده الجمهور المستمع المشاهد بيقدره جدا المكافاه ايه التركيز التام 100% التركيز اللي هو يعني بص تاخد بقى الماكسيمم اتنشن ويكافئك بالتعاطف معاك انه يسامحك في يعني لو غلطت في حاجه وانت بتعمل برزنتيشن مثلا مش مهم في 60 دقيقه يا عم الراجل ابوه مات يا عم مش مهم يعني يبدا يتسامح معاك ويبدا يروت فور يو يعني بدات انت تتحط في كاتيجوري الاندر دوج لان هو بدا يحس ان ده شخص فاهم خد على وشه من الدنيا فمبقاش انا والزمن عليه فانا بروت فور هيم وعايز البطل ده ينجح فالقصة اللي فيها يعني سواء انت لو انت بتبريزنت كشفت جزء حقيقي ده لو بتكلم عن انتربرينورز فانا مش هصدق الشخص الناجح طول الوقت انا عايز اعرف برضو مرحلة فشل عايز اعرف مرحلة سوء اختيار عايز اعرف مرحلة او ده لو انت بقى بتكلم ككاتب مش كانتربرينور ان لو البطل مر بموقف خسارة انسانية او مر بموقف كلنا بنتعرض له في اللي بيتعرض له خلاص في اللي لسه دوره ما جاش بس هو حاجة زي الوفاة حاجة زي الخيانة حاجة زي الفشل حاجة زي الإحباط حاجة زي حاجات اللي هي لا تخلو حياة منها بشكل أو بآخر لو قدرت تحطها في القصة بيعمل بقى البوند اللي خلاص يعني كده الأكسيتوسين علي معناها أن الجمهور أو المستمع أو المشاهد بدأ ثقته فيك تزيد جدا 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 حالة ان انت كده خلاص انت كده underdog و I have a stake in you even if I don't have a stake in you يعني تاني انا حكيت القصة دي ما كانش ليها داعي انها تتحكي قبل بس اول ما المخ بيرجستر ان قدامي حد بيحكي لي حاجة شخصية حقيقية authentic vulnerable خلاص يبقى ده حد يستحق التعاطف يبقى احنا مع الراجل ده واحنا معاك يا ريس وبص يعني يلا خد يا عم الفلوس الميكس اللي القصة اللي فيها كل ده بالإضافة بقى للتسلسل القوي من الأحداث لخط قصصي رائع بالإضافة لمواقف حلوة وممتعة وجديدة وفاميليير نفس الوقت يعني احنا دايما في كتاب كده اسمه هيت ميكرز رائع بيقول احنا الحاجة عشان تبقى فايرل محتاجة تبقى نوفل في نفس الوقت فاميليير انا هقدم لك شيء انت عارفه ولكن بشكل مختلف هقدم لك قصة خيانة بشكل جديد جريمة سرقة هن كسد بابيل يعني قصة يخرب بيت هنسرق بنك بس هو مش بنك هو مطبعة ومش هنسرقه بس ده احنا نسرقه هنلعب مع البوليس والناس تنزل تطرق فنوفل وفاميليير ليه فاميليير عشان تفهمه ما انا ما يعني مش منفعش اجيب لك حاجة جديدة تماما لدرجة انك تبقاش فاهمة هنا الاتنشن والانجيجمنت يقع ونوفل علشان منفعش تبقى سابقني بخطوة لازم انا دايما سواقك بخطوه ما ينفعش ابقى سواقك بخطوتين او عشرة لان ساعتها كده انا هسيبك وامشي وما ينفعش ابقى انا اللي وراك لو المشاهد هو اللي سابقك او انا عارف انت رايح فين مش همشي معاك اصلا خلاص اي وين وده اي فيلم مثلا لاجاثا كريستي فكره هو دانت مين اللي قتل هل مدام هايدي اللي اتقتلت هل مدام عبير هل مدام نوع فكره هو دانت دي انت بتبقى قاعد هتموت وتسبق الفيلم احنا كلنا كده لو انا اديتك
انطباع. يعني لو انا بحكي قصه تاني, لو هنقول على الانتربرينورشيب وانت سابقني, يعني لو انا بحكي ستوري وانت عرفت المورال من الستوري, يبقى فاهم, يبقى كانك كليشيه. هنا فكره ان انا ايه, فانا اي هاف تو بي فاميليير ات بي نوفل, ونوفل دي مش محتاجه اخترع, انت جاست بينج يور سيلف. يعني ما كل القصص اتحكت قبل كده, بس مش انت اللي حكيتها. ده كود برضه انا بحبه جدا جدا جدا, فانت تحكيها بشكلك بمنظورك بخبرتك, هتبقى جديده في نفس الوقت فاميليير, لانها قصه انسانيه وبس. ونقرا كتاب الدحيح يا جماعه, لو قرينا كتاب الدحيح نعرف في شابتر اسمه كيفيه عمل الدحيح في البيت, بيحكي عن ازاي نكتب قصه كويسه. وربنا معاكم ان شاء الله, يا رب تاخدوا فلوس قد كده في الانفستمنت اللي جاي. دين الله يرحم والدك. الله يخليك, الله يرحمه, انا بحب اذكره عشان نترحم عليه. شكرا. الله يرحمه. ونرجع, طيب هو موضوع صعب ان احنا نرجع بعد ما ترحمنا عليه يعني, بس لو هنرجع للدحيح والفورميلا اللي انت قلت عليها دي, ايه في الحلقه اللي بتوصل حاجه من الحاجات دي؟ يعني هل مثلا من اللي انت قلته حسيت ان لما بيخاطب المشاهد ويقول له اخبط مش عارفه ايه, مش عارفه المصادر, وبيتكلم معاه راجل لراجل او واحد لواحد, ده بيحسس المشاهد بحته الانتمس, ايه الاجزاء ده رايي يعني, ممكن ابقى غلط قول لي لو انا غلط, الفورميليشن داخل ازاي في حاله الدحيح بقى. والله المشاهد مضحوك عليه, انا المشاهد صعبان عليا, المشاهد مضحوك عليه لان المشاهد عرضه لما يسمى بالباراسوشال ريليشن شيب. المشاهد فاكر انه يعرف الدحيح وهو ما يعرفوش, هو بيتفرج عليه بس, هو زي فريندز كده. هو ده بقى جزء بيجي, ده البونس بقى اللي بتاخده مع الاستمراريه. مع الاستمراريه بيحصل حاجتين, بيحصل حاجه اسمها اكسبوجر ايفكت, بشوفك كتير زي عمرو دياب انت بتسمعه لاول مره ما بيعجبكش الشريط, تسمعه بعد 20 مره بتعجبك الاغنيه جدا, ما بطلهاش. فالاكسبوجر ايفكت ده مهم جدا جدا جدا, ده ميزه بقى الاستمراريه لاي حد. استمر, افضل موجود, يعني فاهم ايه, ربنا بيكافئ هذا التواجد والمجتمع بيكافئ هذا الاستمرار في حد ذاته بين الناس اتعوق بقى الفيس فاميليير, والانسان بيحب بيميل للفاميليارتي. فاميليير بس عايز شويه نوفل كده يعني ما. والحاجه الثانيه الباراسوشال ريليشن شيب, هو لما ومش الدحيح بس, ده الناس كلها يعني, ومش احنا اللي ابتدعناها يعني, ده هو في الغرب بدات كده فكره ان انا بعمل بقى فلوج وبوريك بقى يومي وبوريك بيتي وبوريك اوضتي, فانت بتظن ان انت بقيت اهلي وانا ما اعرفكش اساسا ولا اهتم لامرك اطلاقا يعني. انت ربنا معاك, احنا بنعد الفيوز يعني. فالباراسوشال ريليشن شيب دي اللي هي العلاقات الشبه اجتماعيه بتزيد طبعا في امريكا النهارده بسبب زياده الوحده. الوحده هي اكبر ايبيديميك يعني النهارده, وده مش كلامي, ده كلام كان اعتقد كان كبير الجراحين, انا مش متذكر اسمه, في كوت شهير قوي السنه اللي فاتت كان بيتكلم ان يعني الخطر الاكبر اللي بيواجه امريكا النهارده, اعتقد بيواجه العالم كله, فكره الوحده, ان احنا فيري كونكتد بس فيري ديس كونكتد. فمع الوحده لما بيلاقوا حد بيكلمهم كده وبيشوفوه كتير وبيسمعوه كتير, بيحصل زي ما انت شفت فريندز مثلا. فريندز الناس عياطت عياط يعني لما فريندز خلصت, ليه؟ علشان ده عيلتنا, يا عم هم ولا يعرفوك وارنر برادرز والمصحف ولا تهتم لمحمد اللي قاعد في الجيزة عشان يعني بيحب جينيفر أنس. بس مورال اوف ذا ستوري ان ده طبعا فكرة ان انا بخطبك انت, يعني اللغة دي هي دي اللي بتخلق هذا الامر, وده مش الدحيح اول واحد يعمل كده. الفورميلا ما بتبقاش دايما فورميلا خالص, وما بتتعملش دايما بهذا الشكل الواعي, ده كلام نظري. في بعض القصص بتبقى أليق على حاجات وحاجات لا. يعني مثلا من الحلقات اللي انا بحبها جدا, انا اول حلقه كتبها للدحيح كانت هتلر, وبعدين بعد شهور عملنا هتلر 2, بعد شهور تانية عملنا الحرب العالميه الثانيه. دي كانت اول حلقه, من اكتر الحلقات اللي انا بحبها, لان انا بحبها والله, انا بحب فعلا الحرب العالميه الثانيه. اعمل ايه طيب, انا بعتذر لنتنياهو يعني, بس هو انا فعلا بحب الحرب العالميه الثانيه يعني, متاسف جدا بس يعني والله يعني. بس هتلر ده ما كانش ينفع يبقى فيه مثلا امباثي, لان انت مش تتعاطف مع واحد تسبب في قتل 60 مليون بني ادم خالص. فانا مش هدفي وانا بكتب ان انت تتعاطف مع هتلر, بس هدفي انك تفهم هتلر في حتة المعرفة. يعني لو قلنا مثلث معرفة education entertainment و emotional resonance, لو قلنا
عواطف، متعه، معرفه. فالمعرفه زياده. انا شايف ان انت في حاجات في البازل ده تبقى فاهمه، بس عارف يعني ايه الحرب العالميه الثانيه جت ازاي، هتلر ده مين، ايه اللي خلاه يعمل كده، اتصرف ازاي، بتوصل حاجه من الفهم ده بيجي بالمعلومات، فهنزود المعلومات وفي نفس الوقت هنزود الفكاهه، لان احنا هنعرضه بشكل مختلف تماما. هنعرضه بشكل دكتاتور فاشل جدا، نزل انتخابات 4 مرات وخسر، راجل عنده مشكله مع موسوليني مثلا، موسوليني كان مقدره في حياته وبتصرف من دماغه ورايح يحتل اليونان، امبراطور شاف ان هو احسن من نابليون فقرر نفس غلطه نابليون ودخل غزا روسيا. فده الفيوليشن اوف اكسبكتيشن هنا كان رائع، لان هو الناس كلها متوقعه ان هتلر هيتم تقديمه بشكل جاد جدا، فانت خدته طلعته في شكل تافه جدا جدا، والناس مش متخيل يعني مش متخيل ان حد هيتناوله بهذا الشكل الساخر، انه يعني فشل في الالتحاق بكليه اكاديميه الفنون الجميله بدل مره مرتين. فانت مش متخيل ان ده ممكن يبقى ابن خالتك، يعني ممكن يبقى صاحبك عادي اللي بيعيد السنه في 4 او فده فيبقى عندنا كوميديا ويبقى عندنا حته المعرفه. قصة تانية هتبقى العكس، روبن ويليامز مثلا. وروبن ويليامز كانت بتتكلم على يعني لما جيت اكتب عنه قريت السيرة بتاعته، يعني مش بيوغرافيا، كتبت بعد ما توفى كتاب اسمه روبن، كتاب رائع. وكنت مستغرب ليه حد ممكن ينتحر، يعني هو عنده كل حاجة في الدنيا اي حد ممكن يتمناها، يعني عنده الشهرة والنجاح واخد اوسكار وعنده الفلوس يعني عايز تاني، يعني بتشتغل شغلة انت بتحبها ومتجوز ومخلف والعالم كله بيحبك ومحبوب فعلا، يعني روبن ويليامز الشخصيات القليله قوي يعني عليها اجماع عالمي وتنتحر. فكانت الفكره هل الاكتئاب بيعمل كل ده، نعمل حلقه عن الاكتئاب. وبدات اقرا، وبعدين لما خلصت لقيت ان الهايبوثيسيس بتاعي، وانت لازم تبدا برضو بفرضيه يعني افتراض كده، اكتشفت ان كله غلط، ان هو مش الفكره في الاكتئاب، اكتشفت ان هو تم تشخيص مرضه غلط. هي الناس كانت فاكره ان عنده اكتئاب، وكان عنده حاجه اسمها لوي بادي ديمنشا، وكان عنده خرف، كان عنده مرض عضوي، عنده مشكله في المخ. وبدل ما يتعالج على هذا الاساس ويبدا ياخد ادويه ويبدا الناس يبقى في متابعه دائمه، هم افتكروه يعني معلش اصل بيشرب كتير، معلش اصل ده بقى اثار السكر وكده، فيعني فودوه مصحه علاج ادمان والتشخيص. وادى الموضوع لايه؟ لان لا ادوات التشخيص الخاطئ برضو ممكن يعمل بلاوي زي الاكتئاب واكتر. في حلقه زي دي ليس هناك مجال للفكاهه خالص، ما هو برضو يعني ممكن نهرج شويه في الاول، بس لما بدانا بقى نخش في الجد نص بقى الحلقه الثاني، وانا بنصح اي حد ان هو يتفرج على اخر 7 دقايق في الحلقه دي تحديدا، انا بحس انها من احلى من اروع الاوقات اللي غندور ادى فيها، ان هو كان جد جدا وملامحه بقت جد جدا والمزيكا اختلفت يعني انا بحب الحلقه دي جدا. وتاني واو، الناس فاكره ان برضو تاني ان قوه غندور في الضحك، لا هي قوه القصه في القصه، بس كل قصه هتليق عليها ايه المكونات اللي هعتمد عليها. فهنا الضحك قل تماما، وزاد بقى حته المعرفة، وزاد كمان حتة المتعة في الاكسبكتيشنز، في ان الناس بقى انت عمال ترمي لهم حصل كذا وبعدين حصل كذا وبعدين عملوا الاوتوبسي وبعدين التشريح طلع غلط وبعدين هنا كانت المفاجأة وبعدين. ففكرة هنا رجعنا لعبنا على يعني ما لعبناش على الاندورفينز بتاعت الهيومر، بس لعبنا على الدوبامين في حتة الاكسبكتيشن. ولعبنا طبعا على يعني الحلقة دي بتجيب، دي كانت اول حلقة اشوف فيها، وطبعا ده بشكل شخصي دي مش دراسه ولا اي حاجه، اشوف فيها تعليقات بتقول احنا اول مره نعيط بعد ما نتفرج على حلقه من الدحيح. وهل بقى انا في ساعتها كنت اعرف الكلام اللي انا بقوله ده؟ لا خالص، ولا كنت يعني دي فكره الانجلز كوكتيل دي حاجه انا عرفتها بعدين، اتفرجت عليها في تيك توك وبعدين بدات احاول اقرا عنها اكتر، يعني ما ولا كنت اعرفها ساعتها. بس كان بالفطره ان بنتكلم في حاجه جد قوي وبنتكلم في وفاه، فهنا مش ده الوقت اللي نهرج فيه، لان تاني لو رجعنا قسنا على نفس النظريه بتاعت الهيومر فده ما بقاش بناين فيوليشن، ده بقى يعني ده بقى انتهاك او مخالفه للتوقعات غير حميده، ده مخالفه خبيثه، انت بتضحك على بني ادم بيموت يعني. فحاجات كتير من الحاجات دي بتتجاب بالفطره وبتتجاب بالقرايه، كتر القرايه بتتجاب بالاجتهاد وبتتجاب بالتجربه والخطا. اكيد في حاجات كتير جدا من اللي انا كتبتها بشكل شخصي لو رجعت اكتبها تاني احاول اكتبها بشكل احسن، في حاجات اكيد لما باجي اشوفها دلوقتي بحس ان ايه القرف اللي انا كتبته ده، وده اعتقد حاجه كويسه لان ده معناه انك بتكبر، معناه انك ما توقفتش عن القرايه، معناه انك ما توقفتش عن التعلم. يعني انا هزعل قوي من نفسي اعتقد واحس ان ده وقت خطر قوي لو قريت حاجه انا كتبتها مثلا من سنه وعجبت بيها، دي تبقى فيها مشكله كبيره، ده معناه انك وقفت مكان ما انت كنت من سنه
وده مش معناه انك بالضروره تبقى بتتحسن انك اجمد، بس على الاقل ممكن ابقى كريتيكال اكتر. يعني مش بالضروره حتى اتحسن ككاتب، بس المفروض اتحسن كناقد. لو انا قعدت سنه لسه عاجبني نفس الحاجه، مش بقول بقى من 10 سنين، مش بقول من 5 سنين، بقول يعني ده لو سنه، لو 6 اشهر، ده معناه ان انا ما قريتش بما يكفي في السنه دي، فمستواي ما زادش. معناه ان انا ما راجعتش نفسي بما يكفي، فمش قادر حتى انقد عملي بشكل كافي. ولذلك انا مؤمن جدا بمصطلح النفس اللوامه. لازم يعني تبقى انت في حرب داخليه، ما تبقاش البنش مارك بره. انا ممكن ابقى احسن من انا ازاي، بس غيري مش بنش مارك كويس خالص. هل ده يطبق على الانتربرينورشيب؟ اعتقد اعتقد يعني سؤال انا ممكن اعمل ايه ان انا بكره احسن من امبارح. اعتقد يعني يطبق في اي حاجه في الدنيا، يعني مش بس في الكتابه. طب انت كنت في البيك او مش البيك، لان هم بسم الله ما شاء الله لسه they're going up and up بالنسبه للدحيح، بس كنت وصلت لحته كويسه قوي. ايه اللي خلاك تقرر ان خلاص كده انا هعمل الام بي اي وهتجه اتجاه تاني، مع ان الدنيا كانت ماشيه بسم الله ما شاء الله زي الفل؟ الحياه opportunity cost، يعني بتكبر وبتبدا تدرك ان نجاحك في اي حاجه في الدنيا هترتب على انت مش هتعمل ايه، او هتقول لا لايه، او هتسيب ايه، مش بس انت هتاخد. يعني الواحد بيبدا بيبقى يعني بيحاول يتعلق في اشياءه، في عرض اي فرصه، بس ادونا فرصتنا، اي مشروع، اي انا جاي معاكم في اي حاجه. وبعدين بتبدا تدرك ان ده بيبقى جيد جدا في البدايه للتجربه، لمعرفه انت ميولك الشخصيه ايه، لمعرفه انت ممكن تعمل ايه وما تعملش ايه، ايه اكتر حاجه هتفيدك وايه اكتر حاجه انت هتفيد بيها برضو. وبعدين مع الوقت بتحتاج تعمل اختيارات، واختيارات صعبه، وبتبقى عارف ان انا اختيارك لشيء معناه تركك لشيء اخر. وانا طبعا الدحيح ده من اهم التجارب اللي انا مريت بيها في حياتي، ولكن للاسف كنت مضطر اسيبه لسببين. اولا ان انا كنت مسافر ادرس، وهدرس فول تايم، وهدرس دراسه محتاجه يعني تركيز وجهد ووقت، هي كانها وظيفه يعني فول تايم تايم وايز. الحاجه الثانيه ان انا كنت مضيت عقد مع ستوري تيل، وكان بالنسبه لي تجربه جديده وتجربه صعبه، لان انا مضيت عقد على عمل 15 كتاب صوتي على مدار 3 مواسم. وبدا بانه يعني الكتاب غزو امريكا ده كان ساعه مثلا، كتاب مثلا من ساعه الخمسه لسته، لان احنا بنتكلم ان الموضوع زي يعني دلوقتي انا بكتب في اخر واحده، وهي تبقى رقم 14، وهي كانت كبيره لدرجه ان هي يعني كانها اتحسبت 2 في 1. اسمه القيصر، عن قصه فلاديمير بوتين وتاريخ الاتحاد السوفيتي كله. دي هتبقى اطول من الموسم الاول كله اللي هو 5 حلقات. فدي كانت تجربه صعبه، بس كانت تجربه جميله جدا، انا محظوظ بيها جدا. انا اسات تقدير هي هتاخد وقت وجهد قد ايه، بس انا سعيد ان انا اسات التقدير، علشان لو كنت احسنت التقدير كان ممكن اخاف ان انا التزم بيها. عملت لي ايه التجربة دي؟ خلت ايدي شغالة السنتين اللي فاتوا وبالاجبار، فبقى يعني وعادي، ما في ناس بتدرس وبتشتغل بارت تايم، يعني مش انا اول واحد عامل كده. وفتحت عيني على طرق اخرى للحكي. يعني حاليا المنافسة كلها في الشورت كونتنت، انا اكتشفت ان انا بميل اكتر للونج كونتنت، وبميل اكتر مش الملخصات، لا، الحاجات المتعمقة. ده الحاجة اللي بحبها بشكل شخصي، وده الحاجة اللي عايز اتفرغ ليها، وخلتني احس ان لو هقيس بقى ده في القصص فهناك ارض يعني صحراء جرداء في السينما. لان انا حاسس ان السينما هي ممكن تبقى تعمل فيلم بقى 2 3 ساعات مثلا، بدل ما تعمل حلقه ربع ساعه 3 ساعات، وهتوصل لانتشار كبير جدا جدا جدا. بس جيم مختلف شويه، جيم محتاج ان انا احافظ على البيس او الايقاع لمده اطول. فانا ممتن جدا ان ستوري تيل دربتني على ده، حتى ولو تدريب يعني فاهم لو قارن بحاجه زي عمل فيلم سينمائي. بس فتحت عينيا، تعرفت عليهم. ستوري تيل من اجمل الشركات اللي انا يعني حياتي اتعاملت معاهم في حياتي. هي شركه سويدي، وهي شركه بوبليكلي ليستد، هي موجوده في البورصه في السويد، واستحوذوا على كتاب صوتي، والنهارده هم اصحاب اكبر مكتبه عربيه. ومصر الحقيقه رائده في موضوع الكتب الصوتيه. يعني احنا كان عندنا كتاب صوتي ده، وهو برضو كان الفاوندر بتاعه سويدي اعتقد، وكان طبعا كان التيم مصري، عملوا كتابة مصرية رائعة. عندنا قراءة ليه، عندنا اخضر بيعملوا حاجات ملخصات للكتب. بذكرهم عشان اقول ان من ناحية الانتربرينورشيب برضو في الناحية الثقافية عندنا
امثله حلوه وامثله حديثه وناس بتحاول تانوفيت في مجال بالنسبه لناس كتير يعني خلاص قتل بحثا وراحت عليه. وبالتالي كان لازم اتوقف عن الدحيح يعني. قلبي بيوجعني طبعا فوريفر دحيح فان يعني اخواتي واصدقائي والنادي بتاعي يعني. انا سعيد جدا 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 ان هو يكمل ويستمر ويفضل مكسر الدنيا كده على طول. وان شاء الله يعزموني في الاحتفال بتاع السنه العاشره يعني. اتمنى لو يعزمونا احنا كمان. اتمنى يعني يعني موجودين في استوديو محدش يقول لا. فده طبعا تجربه جميله جدا بس ويب. كان لازم تقول لا لا يعني. هنا ده بقى الدرس الانتربرينورز. لازم بقى تبقى عارف انت رايح فين وان اوقات الشيء اللي انت رايحه ده محتاج تسيب قصاده حاجه دلوقتي عشان تعرف تروح لها. دحيح كان بالنسبه لي يعني فول تايم جوب. انا كنت بعمله بارت تايم جوب مهندس بترول وكنت بعمله على جنب بس كان بالنسبه لي هو الفول تايم جوب يعني. كنت ببقى على البريمه وقاعد عمال بشوف هنكتب ايه وهنعمل ايه وبخلص. ف على حسب الاختيارات انت عايز تعمل ايه ولا اقدر اساعد ولا لا. بس لازالت بتؤلمني لان طبعا بيوحشني ولاني يعني عندي كده مش fear of missing out. missing out actual missing out. I am missing out على الضحيه. بس اعتقد ان ده افضل. البرنامج ما يوقفش على واحد ولا يوقف على 100. البرنامج مستمر ولازال لحد النهارده بيجيب كتاب جداد وبيعملوا حلقات. انا يعني اقف وانظر اليها باعجاز. حلقه حرب البسوس دي مثلا اسطوريه. وفي نفس الوقت you have to let go. واعتقد ان ده كان اصعب يمكن قرار في حياتي العمليه. انا استقالتي من البترول كانت اسهل مليون مره من وانا بسيب برنامج الدحيح. كنت حاسس ان انا بسيب حته من قلبي كده. بس ده انا بحمد ربنا عليه لانه في الحياه ده تمن لازم يدفع. في ناس بتسيب بلد, في ناس بتسيب شركه, في ناس بتسيب اهل, في ناس بتسيب يعني الترك ألم الفقد كده وألم الفراق دايما صعب. بس من الغباء ومن السذاجة تخيل ان الرحلة ايا كانت رحلة لإيه او بتعمل ان شاء الله رب لو فاهم لو بتعمل سوبر ماركت تحت البيت انك تتخيل انك مش هتدفع التمن ده. انت كنت دايما عايز تعمل تخش في موضوع السينما ولا لما تريد تعمل مع ستوري تال اكتشفت ان غالبا ده التوجه المفروض اروحه؟ والله انا جات لي فكره السينما دي. انا بكتب من وانا في كي جي 2 او القصه كتبتها في حياتي كانت قصه حب بيني وبين واحده زميلتي في الحضانه ربنا يمسيها بالخير يعني دلوقتي بدون ذكر اسماء عشان يعني متزوجه. بس كنت بقلد يعني. اول خطوه في الانوفيشن هي الايميتيشن. انت بتقرا فبتقلد بتقرا فبتقلد بتقرا فبتقلد. بعدين بدات اكتب بشكل جاد. بس انا ما بحبش اقول القصه دي لان برضو بحس اللي هو ايه يعني اللي هو انت كنت انتربرينور من امتى؟ من عندي 3 سنين. اصل انا بابا كان بيجيب لي العربيات وبفكها وانا صغير. اصل انا كنت بحلم بالكريبتو مع اصحابي في ثالثه ابتدائي. بحس ان ده برضو نوع من انواع العته يعني. بس فما بقولش كده. تتخيلين اغير لينكدين؟ والله انا كاتب على لينكدين رايتنج ستوريز سينس 1995. هي حقيقه بس يعني لزجه جدا. بس بدأت أكتب بقى بشكل منتظم في 2011 لأني حسيت بعد الثورة أن الناس كلها بتتكلم وأنا رحين بتكلمش يعني. حسيت أن أنا عايز أتكلم معاكم يعني أشارك أنا كمان يعني. أنا بقرأ هو شوية عايز أتكلم هو. بدأت أكتب مقالات وكنت شايف بقى نفس طه حسين يعني. يعني لو بكتب بقى المقال ومستني حد يرد عليا بمقال ونقعد بقى نرد على بعض وكده. عته برضو يعني. كنت يعني أعتقد كنت أكسر الدنيا في الثلاثينات من القرن الماضي يعني. يعني حد بهذا الكم من الغباء والحماس يعني لازم عندك غبي ومتحمس. بس ما كانتش في 2011 يعني. ده كان الوقت اللي العالم بقى بيقول ان في يوتيوب وان في حاجه اسمها انترنت. ما كنتش يعني سمعت عنها بس يعني ما كنتش واخدها بجديه خالص وما كنتش ببص. عشان كده ده برضو احد الحاجات اللي انا بعتبر ان احمد كان ذكي جدا فيها, انه بص على المستقبل ايه اللي جاي مش ايه اللي راح. انا كنت متاثر باللي بقراه او متاثر باللي انا بشوفه فعايز اعمله. نكتب بقى مقالات وكتب بقى ونعمل صالون ثقافي يعني. كنت شايف نفسي قوي في الحته دي كنت بكتب مقالات دايما بقولها وافتخر بيها ان هي كانت مقالات بالاجر لمده 7 سنين ومقالات بلا قراء خالص. مش حد بيقراه غير امي واعتقد يعني الله اعلم قريتهم كلهم برضه كانت بتجر بخاطري. بس هو كان بلا قراء صفر يعني صفر يعني. حتى مش قادر اقول انا واصحابي لان اصحابي ما كانوش بيقروها.
لاني كنت بسألهم ما كانوش بيقروا خالص. ده زي مغامرة دلوقتي ده لا 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 الوحيد انا اتفرج انا مش عارف حتى لو ماركو بيتفرج والله اقول له شفت الحته دي الكاميرا جيب لا يا كانت انا يعني ما استفدتش غير ان ايدي مشيت حاجه وكانت مقلقه يعني بلا اي داعي يعني مقلقه يعني بلا انت بتعمل ايه مش عارف بس بحاجه بحبها ومش عارف هل ممكن تبقى مصدر داخل في يوم من الايام ولا لا ومش عارف هل ممكن تبقى شغل ولا لا ما كنتش اتخيل بس كنت بحبها وبدات اكتب اول كتاب في 2013 ده كان بعد كتابه المقالات بسنتين وكانت الفكره اني كنت شايف ان في تجربه حلوه قوي حصلت في الجامعه وعايز ارخها واحافظ على القصه اللي هي تمسني بشكل شخصي انا عايز افصلي اتقرا ما اتقراش مش مشكله بس عايز طبعا برضو دايما بفتخر بموضوع ان الكتاب حقق نجاح ساحق باع 500 نسخه انا واصحابي شارين نصهم في 250 نسخه ده انا والشباب يعني كتر الف خيرهم ايه هي تقريبا الطبعه الثانيه يعني هي نزلت وما نزلتش تحس ان في حاله ولاده متعسره كده هم يعني ستيل بورن الطبعه الثانيه دي في انتظار الطبعه الثانيه من دلوقتي بس كان بالنسبه لي تجربه حلو استفدت منهم يعني والاثنين حصلوا في نفس الوقت انا خلصت الكتاب في نفس الوقت اللي انا بدات اللي انا دخلت فيه مع الدحيح حصل حاجتين اني بكتب بقالي 7 سنين وبكتب بشكل منتظم فتحسنت ما اكيد وانا بعد 7 سنين غير وانا من 7 سنين اثنين جربت حاجات كتير يعني جربت اشتغل في كوربريت كنت بشتغل في بيكر هيوز وبعدين رحت اشتغلت مهندس حفر في بي بي جربت الانتربرينورشيب عملت اعتقد مشروع يعني من اهم المشاريع تاريخ مصر الحديث عملت كوافير اونلاين انت بدل ما واحده تروح كوافير هي بتطلب الكوافير هو اللي يجي لها وكنت مقتنع ان ده يعني موف اوفر جيف بيزوس يعني خلاص بقى اه والله حد اتكلم معايا يقول لي بقى انت عايز تبيعها بكام ب 10 مليون اقول له 20 10 مليون ايه يا جربوع ده اعلى اعلى بالطموح كده و فشلت فشل ذريع بعد سنه لعده اسباب طبعا من اهمهم ان انا مش ست مثلا ده كانت حاجه من الحاجات برضه ما كنتش واخد بالي منها قوي فرقت معانا شويه قدام في موضوع التعيين في موضوع الاداره كنت الحقيقه بشعر بيعني غرابه شديده وانا بتكلم كاستمر سيرفيس بقى انا فاوندر بقى فلازم ابقى كده لامم الكلام بقى يا مساء الخير يا فندم ايه اخبار الواكسينج سيرفيس بتاعتنا النهارده بس فيقول لي لا حبيبي انا مش المدام انا جوزها اشكركم قوي على الخدمه الممتازه فطبعا كانت عيشه طين يعني مفيش اي فيت من اي نوع مش برودكت ماركت فيت مفيش اي شيء منطقي في اللي انا عملته ده غير اني في 2016 2015 كنت شايف ناس كلها عماله تقول انتربرينورشيب انا فاوندر انا فحسيت طب ما انا كمان عايز ابقى فاوندر نفس فكره برضو اللي هو الناس كلها بتتكلم بعد الثوره طب ما انا عايز اتكلم معاكم فانا كنت حاسس ان انا طب ما انا عايز افاوند انا كمان يعني عايز خدوني معاكم يعني انا عايز اشارك في هذا البناء اللي... فوالله كنا بنبريك ايفن بعد سنه وقفلت لان برضو جيت قصاد السؤال البديهي جدا هو انت مستعد تتفرغ لشيء زي ده وكانت الاجابه لا بينما الكتابه الحاجه الوحيده اللي مكمله وبتحسن فيها وبحبها اكتر وتعبها بيبقى بالنسبه لي يعني على قلبي زي العسل اكتر وشايف ان اقدر احقق بيها اثر اكتر فانا عمال اجرب ترايل اند ايرور والسايد هوبي دي بدات تبقى سيريس هوبي بعدين بدات تبقى بارت تايم جوب بعدين بدات اقول بقى يا تلعب معايا بقى واعمل بقى زي حسنين هيكل كده هم اول 40 كتاب هم اللي صعبين بس بعد ان شاء الله اول 40 كتاب الموضوع هيبدا يا بس تفاجأ ان النوعات فانا السينما ظهرت هنا في الوقت ده السينما ظهرت هنا في 2017 2018 اني بدات في نهايه 2017 وبرضو الكثير من الفشل يعني برضو انا حكيت لك عن نجاحي الساحق في الانتربرينورشيب نجاحي الساحق في المقالات كان في نجاح ساحق برضو مثلا في شغلانات اترفضت فيها انا كنت نفسي مثلا اشتغل في الكونسلتنج لاني كنت شايف ان الكونسلتنج دي عامل زي كيونت كده يعني الثراء السريع انا اخش ماكنزي بس كده خلاص والفلوس هتيجي من حيث لا ادري انا معرفش بس هما بيقولوا ان اللي بيخش ماكنزي يبقى فلوس كتير قوي وتبدا بقى اللي هو تفكر كده اللي هو كام سنه سنتين يعني 10 سنين 10 سنين ابقى بارتنر طب ما ابقى بارتنر خلاص وبعد بقى اما ابقى بارتنر هبقى اتفرغ للكتابه يعني ابقى بارتنر الاول وبعدين اخد نوبل
في الأدب. وطبعا يعني أنا شايف أن طب أنت يعني بتعمل إيه أعمالك الأدبية؟ كتاب اسمه الحركة الطلابية في الجامعة الأمريكية، ده برضو فن اختيار العناوين، يعني إزاي تعمل عنوان منفر، إزاي تعمل عنوان خلي قدامك مش عايز يقرأ أصلا. ده نجاح على فكرة، كثير من الجهد يعني. فقدمت على كونسلتنج وعملت حلو قوي في الأول، يعني المقابلة الأولانية دي الراجل اللي كان بيديني الفيدباك قال لي I will see you in the office very soon. كان اسمه بدون ذكر أسماء، اسمه مهدي الله يكرمه، يعني آخر كرم كذا ما كرمني. وأنا تعشمت قوي بقى، تعشمت جدا جدا جدا، شايف إنها يعني get rich quick كده. طب أنت تعرف يعني إيه أصلا؟ لأ. So أنا I perfected the case method and I perfected the interview. I perfect يعني عادي. If you obsess over something you can get really better at it. فأنا عاد 6 شهور بعدين شايف حاجة تانية غير دي. وبعدين في الفاينل، يعني الفاينل بقى انترفيو، أنا ما ذكرتش قبله، أنا قعدت أونلاين أشوف بقى إيه أفضل أماكن السكن في دبي، نايت لايف في دبي عامل إيه، أسعار الإيجار عاملة إيه في دبي، رطوبة هعمل إيه في رطوبة، مش عارف هل محتاج أنزل أشتري بتاع. ده كانت حياتي يعني آخر أسبوع، وكنت مقتنع إن أنا يعني مش بجلا يعني، عارف زي وسيم بولت كده ما بيسبق وبعدين يروح باصص ورا كده حاسب يعني خلاص. بودع بقى اصحابي وكده، معلش يا جماعه عشان رايح دبي ان شاء الله، عايز اسلم عليكم. بعدين رحت الفاينل انترفيو، غضب الله، انا مش لاقي سبب تاني غير غضب الله، لان هو يعني اي حاجه تاني غير غضب الله انا كنت عديت. بس حاله كده من غشاء كده على عينيا، وبجاوب بشكل خاطئ تماما، وانا الحقيقه دلوقتي مقتنع انها بالعكس ده من رضا الله، يعني بحمد ربنا على حصل ده، لان ده كان يمكن اكتر نقطه محوريه في حياتي، ده كان اخر pivoting point، ده اخر اكبر قرار غلط انا كنت هاخده في حياتي، وترحمت منه بالمنع مش بالمنح. انا غلطت غلطات لو تعادت 1000 مره مش هغلطها، زي مثلا ان انا اتسال سؤال عندنا مكنه في المصنع، طيب تفتكر ايه اللي ممكن يحصل يخلي الاوتبوت يتغير؟ ده سؤال لا افكر يعني، لو عندك مكنه، في مكنه شغاله ان هي باظت، شكرا شكرا. انا قلت له ان مثلا يحصل اضراب فقلق طبعا، ما انا مش عايز اقول له بقى، انا مش عايز احكي له، انا بيقول لي ايه هواياتك، قلت له الكتابه، لو كنت قلت له الحركه الطلابيه في الجامعه الامريكيه كان قام اصلا قال لي يلا بالجزمه. فانا اول حاجه جت في بالي قلت له سترايك، قال لي بجد والله؟ قلت له لو عيال رجاله هيسترايكوا عادي، ايه المشكله يعني، المصنع بيسترايك يا ما انتوا لك كلب يعني بتديهم فتات فالعيال دي لو رجالات سترايك بس. فقال لي طب ايه تاني؟ قلت له، قال لي ايه تاني غير السترايك اللي في المصنع؟ قلت له سترايك في المواصلات، قلت له السواقين التريلات يسترايكوا والله العظيم. وانا ما كنتش بهرج، انا كنت جاد جاد، ما انا تاني المخ كله ايه، حركه طلابيه في الجامعه الامريكيه، ف حركه طلابيه في الجامعه الامريكيه بس. فقال لي لا طار، هو لو المكنه باظت خلاص. واي نيو بقى ساعتها ان تهاوت بقى احلامي، واتهاوى النايت لايف بتاع دبي، واتهاوى الرطوبه اللي في دبي، واتهاوى كل حاجه، وفشلت فيه وعيطت. وانا مش هنسى اليوم ده ابدا في حياتي، ده كان اول يوم عيط فيه بعد ما اترفضت من شغل، لاني كنت متعشم فيها قوي، كنت متعشم فيها بجد، وبجد كنت مصدق ان انا خدتها خلاص، كنت باني كل حاجه تانية عليها، وكنت شايف ان نجاحي مرتبط بحصولي على الوظيفة. ده طبعا أكبر غلط في العالم، إنك تربط قيمتك كإنسان من شيء أيا كان الشيء ده. وما انساش اليوم ده أبدا، لأن اليوم ده عيطت بالليل، صحيت تاني يوم كأن ربنا كده أنزل عليا السكينة، وسألت نفسي يعني طب أنت دلوقتي يا متخلف، أنت نفسك تعمل إيه في الدنيا؟ نفسي أكتب. طيب أنت كنت رايح كونسلتنج ليه؟ عشان يبقى معايا فلوس عشان أكتب، او احوش فلوس عشان اعرف اتفرغ للكتاب. انا كل ده الكتابه كود اي ديد نوت كراك، هي حاجه انا بحبها قوي، بس ما عنديش اي فكره ممكن تجيب فلوس ازاي. انا لحد الان النهارده احنا يناير 2018 انا بكتب ببلاش بقالي 7 سنين بانتظام، عشان عد طبعا من ايام 95 دي انا اعتبر، بس بكتب بشكل يعني بنشر ببلش، يعني بنشر في جرايد من القرايد مطبوعه، وبنشر في جرايد مقروءه جدا، ومع ذلك ما كانت الفكرة طب ما تكتب يعني، ما انت شفته رايح يمين فحطتها له يمين، يعني انت عايز تكتب؟ طب ما تكتب، طب ما تشوف،
طب ايه نوع الكتابة اللي ممكن يحقق اعلى انتشار ويحقق اعلى عائد ويحقق اعلى اثر؟ ايه اكتر حاجة انا ممكن اكتبه ده يأثر في الناس ويحقق لي عائد اقدر اعمله وانا بشكل متفرغ وفي نفس الوقت يوصل لاكبر عدد من الناس؟ اكتر حاجة بحبها انا بشكل شخص، بس تاني برضو زي ما كنت بحب الكتابة زي ما بحبها بشكل يعني حب افلاطوني كده، يعني مش شايف اي بروسبكت في المستقبل، وده برضو حاجة لاي انترفنر او لاي حد في الحياة عموما، يعني ان انت مش كل حاجة بتبقى محسوبة، وان اوقات اهم الحاجات اللي بتحصل بتيجي نتيجة المنع وليس المنح. فقررت ان انا ابقى برسودي وقلت ايه ده، طب ما انت اخي لو كنت مستعد تدفع من عمرك 10 سنين في الكونسلتنج، طب ما تدفع العشر سنين دول في انك تتعلم بقى الصنعة دي كويس، ده كل ده هاوي. انا برضو خلي بالك كل ده معتمد على الموهبة، وبرضو الانسان ابن بيئته، واحنا هنا بنمجد الفهلوة تالنت والبتاع، تالنت از فيري انت فيري اوفر ريت. فانت طب ما تتعلم بقى الصنعة دي، ما تحاول تبقى كاتب محترف شوية، تحاول بقى تقرا. مش كان كنت بقول لك انا في الوقت ده ما كنتش اعرف حاجه زي الانجلش كوكتيل ده، فقررت قلت طيب خلاص. رحت سمعت التليفون على واحد صديقي انا يعني فخور بيه جدا، اسمه عمر المهندس، عمر المهندس اللي اخرج مسلسل بلطو، هو حفيد عمر المهندس، هو خريج فيلم في الجامعه. انا قلت ايه يعني فرقتش بقى اقول له من اقول له يعني ما خفيت فؤاد حفيد فؤاد المهندس الله يرحمه والجينات طبعا في العيله. قلت له عمر لو سمحت انا عايز يعني علمني. فقال لي انا خدت كورس سيناريو في الجامعه وفي واحد اسمه سيت فيلد رائع اقرا له. قلت بقى تقرا الكتاب، فالكتاب بيفتح كتاب فتح كتاب تاني فتح كتاب رائع. قعدت 6 شهور ما بعملش اي حاجه غير ان انا بقرا وببدا بقى احاول. وطبعا يو ريلايز ان تاني الحمد لله ان كل افكاري اللي جت في الاول في المرحله دي ما اتعملتش. الحمد لله ان انا ما تعرفتش على منتج واقنعته سوحته خالص ان الفيلم ده يعني كان الكارير قضي عليه في مقتل. بس ايدي ماشيه بفتح فايل وببدا احاول اكتب سين، يعني ايه سين، ايه شخصيات، تريننج 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 تريننج. وبعد 6 شهور وفاجأ احمد الغندور بيكلمني وبيقول لي بقول لك ايه ما تيجي تكتب معانا. قلت له يا ابني ده يبقى شرف ليا والاهلي طبعا احب اجي اكتب معاك. انا من اشد المعجبين بالدحيح وانا اعرفه من ايام الجامعه، ماشي يعني اصحاب مقربين بس كنا على تواصل على طول، يعني هو يبعت لي ارتكلز انا ابعت له ارتكلز. فلما بسبب بقى المقالات اللي كانت بلا اجر وبلا قراء وبلا اي داعي لما جه يدور على كاتب قال لك اه طب ما ده بينشر مقالاته، طب ما ده يبدو ان هو بيحب الكتاب. فانت وقت ما بتعمل شيء بتجذب اليك المهتمين بهذا الشيء وبتجذب اليك الناس اللي اصحاب نفس الانترست او اصحاب نفس الاهتمامات عموما، وده بمكسب حد ذاته انك تعرف الشباب تعرف ناس. وده كانت علاقتي بقى لحد ما قال لي تعال. فبدات اروح وما انساش طبعا اول يوم في حياتي اروح احضر فيه التصوير من احلى 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 ايام حياتي. وحسيت بقى ساعتها انه كان كل فشل حصل كان خطوه تجاه اليوم ده. ما انا لو كنت رحت كونسلتنج كان زماني قاعد بعمل الباوربوينت يعني في دبي ما عملتش كده. ف ما بقولش ان كونسلتنج وحش بس بقول بالعكس بقول لك انا كنت هموت عليه. بس لما اتمنعت منه اجبرت على اتخاذ خطوه كنت محتاجها، لان لو ما كنتش عملت 6 شهور دول كان ممكن جدا هذا الامتياز وهذه النعمة وهذا الحظ وهذا التوفيق ان احمد يقول لي طب ما تيجي كان ممكن ما بقاش جاهز، كان ممكن يبقى مستواي في الوقت ده اقل. يمكن انا كل الجهد ده عشان يدوب ابقى جاهز فابدا اتعلم منه او يقبل ان اه لا طب تعالى ده انت يجي منك فيك الرمق عمرك تبقى جاهز يعني 100%. فاوقات احلى الفرص هي اللي بتجيلك، مش كل حاجه محسوبه. بس اعتقد انه يعني مفيش عبر كتير في هذه القصة قد ان فعلا اوقات المنع بيفيد اكتر بكتير من المنح، وانك تعمل اللي مقدور عليه بالامكانيات المتاحة. يعني what can you do، مش دايما السكة هيبان اخرها، بس لو شايف ان الطريق هو ده الاتجاه اللي انا عايزه ما يدورش امشي فيه. وفي حاجات يقول فجرة يعني مفيش حد بيبقى شايف البلان، مش حد بيبقى شايف الخطة الكاملة دي. ما انا في 2018 ما كنتش شايف ان انا هعمل MBA ولا هفكر في مش عارف. دي حاجه بتيجي من التجارب وبتقعد تيتريت. انا ما وايه اللي خلاك تاخد MBA ما دخلتش مثلا تتعلم في فيلم سكول او تتعلم ازاي تخرج
اشمعنى ايه اللي خلاك تختار ام بي هو القرار الصح؟ انا ادركت ان الكاتب يعني من خبرتي البسيطه جدا هو اضعف حلقه في السلسله. الكاتب هو اكتر واحد انت ما تعرفوش، يعني افتكر اي فيلم انت بتحبه تبقى فاكر الممثل رقم واحد، هتبقى فاكر المخرج يعني ده لو يعني انت راجل كريم قوي، والكاتب ده يعني اقطع دراعي لو انت كنت فاكره. مش اخر فيلم شفته ايه؟ شوشانك ريدمبشن. اه ده اخر فيلم شفته. اوكي مين الكاتب؟ انا معرفش مين اللي كتبه، بس عارف ان هو متاخد عن قصه ستيفن كينج. صح. بس انا مثلا مش يعني اخر فيلم سينما دخلته وحبيته توب جان مثلا، فيلم اجنبي مثلا. مين اللي عمل افنجرز؟ مين اللي كتب؟ اه مش هتلاقي نفس كان في مصر، الا مثلا لو انت واحد من ضمن 1 2 3 4 كتاب في العالم، 1 2 3 4 كتاب في مصر، او الا مثلا لو انت وحيد حامد، اه الا لو انت احمد مراد، الا لو انت الله يرحمه نجيب محفوظ، الله يرحمه وحيد حامد برضه طبعا، بس يعني اقصد اقول تلاقي كده اللي هي ايه، اللي هي الاسامي اللي خدت سنين طويله وعندها ما يكفي من وهم 1 2 3 4 اللي يعني. هو ده للاسف، لان الماركت ده وينر تيك اول ماركت، زي الكوره زي الفن زي الرياضه زي اي حاجه في الدنيا، هي وينر تيك اول ماركت. كم واحد في الدنيا بيعزف كمانجا؟ كم واحد بيعزف مع هانز زيمر مثلا يعني، حتى ما اعرفش اسمه ايه اصلا. كم واحد بيلعب كوره؟ كم واحد كريستيانو؟ كم واحد محمد صلاح؟ هو وينر تيك اول ماركت. هو في كام نادي في العالم؟ في كام ريال مدريد؟ فهو في الصنعه دي كده. فالكتابه بتفلتر برضه يعني، الكتابه من الحاجات السهله قوي 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 في البدايه، صعبه قوي 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 في التميز او في الاستمرار، صعبه جدا لان الليد تايم بتاعها طويل قوي. ده بتقلي اي شركه برضو في الدنيا ممكن تقول كده، انت بتقعد تبني 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 قبل ما تشوف منها اي عائد. ده اذا شفت اي عائد. تاني انا لما بدات اشوف عائد كان حظ، كان عشان واحد صاحبي نجح جدا 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 وقال لي تعال. كان ممكن ربنا ما يهديوش للفكره دي خالص، عادي كانت الحياه استمرت يعني. ففي ناس كتير اكتر انجح منك واكتر منك موهبه واكثر منك استعدادا، ولسبب ما لحكمه ما نعرفهاش ما بيجلهمش الفرصه دي، فهي بتفلتر ناس كتير في السكة. بس هي في نفس الوقت عشان برضو الواحد ما يبقاش دايما يعني كل واحد شايف ان شغلته هي اصعب شغلة في الدنيا، بس ده مش حقيقي. هي زي ما فيها الصعوبة دي زي ما سهولتها في البداية. عايز تكتب اكتب يلا، انت ممكن تبقى كاتب. عايز تبقى كاتب you become a writer by writing. اكتب يلا دلوقتي، ايه اللي معطلك؟ ورقة وقلم واكتب، وورد فايل واكتب، بقيت كاتب خلاص فورا بدأت. وعلشان سهلة يعني مثلا مطاعم كده barrier to entry منعدم، فتميز بقى فيه او هستمر زي... اه ده بقى التست الحقيقي يعني. واعتقد ايه المشكله يعني ما... اوقات انك تعمل حاجه لمجرد انك بتحبها ده سبب كافي جدا يعني. يعني يا اخي حتى المتعه الشخصيه، في ناس بتكتبه وما بتنشرش، في ناس بتكتبه بتكتب نفسها. ليه لا؟ ايه المشكله؟ بس انا كنت محظوظ جدا ثرو اوت هذه الرحله، والتجربه دي خلتني على قدر اعلى من السلام النفسي، على ثقه اكبر في ربنا، اكثر صبرا يعني، بقيتش هتجنن على الحاجه. الحاجه اللي ما بتجيش دلوقتي يمكن مش وقتها دلوقتي يمكن. فده كل ده ال 50 دي احداد على روح بابا اللي احنا وقفناهم دي، ده كل ده عشان اجاوب على فكره السينما ظهرت. السينما ظهرت في الوقت ده ولكن اتاجلت، واتاجلت رحمه من ربنا، لان في الوقت ده لو انا كنت كتبت فيلم كان فشل. بس انا دخلت بقى ساعتها ايه، اكاديميه الدحيح او مدرسه بقى الدحيح عشان يعني نستعد، ويا رب نكون بقى جاهزين يعني ان شاء الله فيلم الحرب العالميه الثانيه العام القادم 2024. طب بتخاف من الفشل دلوقتي لحد لا دلوقتي؟ لا خالص بالعكس، ده انا التجربه اللي حكيتها لك دي تخليني حابب الفشل، بقيت بدور عليه. انا بسعى الى الفشل، متشوق الى الفشل، لاني بدات احس ان هو ده يا اما يد الهيه يا اما ديفاين هاند، زي موضوع كونسلتنج ده. ما هو يعني انا مش قادر حتى الان ابرر ان انا ابقى عملت هذا الجهد بعدد الساعات، يعني ان انا ابقى حاطط مثلا ما لا يقل عن ايه، انا قلنا ايه، انت بحط لي مثلا 100 ساعه في الاسبوع. لما تبقى حاطط 1000 ساعه في حاجه، 1000 ساعه معنى 1000 ساعه انت ما بتعملش اي حاجه تانية في حياتك غيرها، وتفشل فيها، انا كنت حاسس ان ده مش ضعف استعداد، في ديفاين هاند، الغباء اللي نزل عليا يوميها ده في يد ايه. دلوقتي انا بدات احاول اشوفها اكتر، بدات احاول اشوف الرسائل اللي جايه من ربنا اكتر، بدات احاول اشوف
ايه اللي بيتقفل لي. وفي مقولة جميلة جدا 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 سمعتها من شخص عزيز جدا 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 عليا اسمه استاذ سامح الترجمان، قال لي علامة الرزق التيسير. فانت في اوقات تلاقي ان ربنا ميسر لك حاجات، وفي اوقات تانية تلاقي ان في حاجات رغم الجهد والاستعداد والاخذ بالاسباب اللي انت بتعمله الحاجة دي مقفولة، فما بقتش بزعل عليها لاني بقى عندي تجربة تثبت لي ان اللي اتمنع مني كان خير. ده كلام ممكن يبان انه دروشة كده وايه وصفصطة لما تقوله في المطلق، بس لما يبقى عندك اكسبيرينس وتشوفه بعينيك بتصدق. فانا بالعكس دلوقتي بقيت خايف من الفشل خالص، لاني بقيت حاسس انه يا هطلع منه بفايده يا هطلع منه بدرس. وبعدين انا دلوقتي الفشل صنعتي يعني، يعني بقى ده ممكن نعمل عنه كتاب، ممكن يبقى مثلا مشروع سينمائي قادم. فبالعكس قصص الفشل ده هايل، ربنا يكتر منها. اتذكر لينين كان بيدعو وقت الحرب العالميه الاولى لخساره روسيا، وكان طبعا بيدعو للثوره وكده يعني، وكان طبعا قاعد كل ده في سويسرا، ده موضوع تاني. كانت الشباب بيقوموا بالثوره ساعتها في لينينجراد، وهو كان قاعد في سويسرا وكان بيدعو لما يسمى بالهزيمه الثوريه. ده انا بعتبره يعني ده ان شاء الله تايتل الاوتوبايوجرافي، الهزيمه الثوريه، الريفولوشنري ديفيت، اللي هو ده رائع. فانا دلوقتي بالعكس، وبعدين ده احلى حاجه في الكتابه، احلى حاجه في الكتابه ان انت ايه يعني نجحت ممتاز، فشلت قصه كتاب على طول كتاب او خلاص خلصنا يعني ها اللي بعده. بالعكس انا مبسوط جدا. وبعدين بتعمل حته سسبنس يعني، اللي هو ماكنزي راحت على جنب، اشتغلت مع الدحيح، رحت MBA، وبعد كده عمال لسه بكتب 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 شركه انتاج، وبعد كده فشلت. تبقى ممتازه، فاهم؟ ممتازه فيها الحته اللي هو تبقى رائعه. دي الهزيمه الثوريه زي ما بقول لك يعني، بنصور بالهزيمه، نحن نسعى الى الفشل يعني، احب الفشل زي يعني. بس لا بس ده بالحاجه من حاجات الكتابه، ان فعلا هي الكتابه ايه؟ قصص، حكايات. فلو احنا بنحكي حكايات فاعتقد يعني تبقى حكايه كاذبه ومخادعه لو جينا نحكيها وما قلناش الفشل اللي فيها، لان الفشل فيها بالمناسبه اكتر من نجاح. محمد صلاح بالمناسبه فشل اكتر من نجاح. محمد صلاح طبعا ده انجح لاعب كره في تاريخ يعني الوطن العربي، انجح لاعبين في العالم، بس لو جينا نبص بالارقام محمد صلاح خسر نهائيات اكتر ما كسبها، يورجن كلوب خسر نهائيات اكتر ما كسبها، بس مفيش حد بيكسب على طول، وما ينفعش نشيل الفشل من النجاح. هو طوبه مش هنوصل لها من غير. في ناس ما بتصدقش الكلام ده، في ناس بتفكر الكلام ده كليشيه، بس ما هو الكليشيه ده اوقات بيبقى مطلوب البعد عنه في القصص، بس هو كليشيه لانه صادق، وكليشيه لانه حقيقي، وبيتكرر لانه حقيقه ثابته في الدنيا. فاوقات الكليشيه ده بيبقى مهم ومطلوب يعني 100% 100%. وده برضو جزء من اللي احنا بنحاول نعمله في مغامره، ان نوري ان الدنيا مش نجاح فقط، بل بالعكس يعني في محاور كتير الواحد بياخدها والواحد بيأس كتير، بس زي ما كنت بتقول قبل كده اللي بيكمل هو اللي بيكسب بمعنى اصح يعني. طبعا احنا عندنا امتيازات كتير يعني، برضو لازم الواحد يخلي عنده دم دلوقتي لما يبقى عندك قدر من التعلم، قدر من الدعم، قدر من التشجيع، قدر من المعرفة. ما انت اصلا فكرة انك بتسعى ده معناه ان ربنا كرمك اولا برغبة وطموح، معناه انه كرمك بشوية جينات يعني، يا اخي حتى لو اهلك ما بيدعموكش بس في شوية جينات، ما هو لولا الجينات دي ما كنتش انت. فهو لا يوجد شخص عصامي، فاللي عنده هذه الرغبة وعنده هذه الامتيازات النعمة التي لا تعد ولا تحصى دي يعني عيب ما نحاولش نسعى، وعيب برضو العكس، وعيب يوم ما ننجح ما نفتكرش ان احنا كل ده رقم واحد يعني كرم وتوفيق وحظ. بس ليه اللي بيسمعوا وانا اظن ان هم يعني على قدر من التعلم، لو في حد قدر بيسمع يعني. لا 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 تأكد الله انهم بيسمعوا، يبقى عيب علينا ان احنا ما نحاولش، لان في قصاد كل واحد عنده امتيازات وما بيعملش بيها حاجه في الاف يتمنوا ربعها، وشوف هيعملوا بيها ايه، هيموتوا نفسهم عليه. وده اعتقد قصه الدحيح بتتميز بيه جدا، ان الدحيح مش قصه اندر دوج خالص، هي مش قصه حد نجح رغم المعوقات، لا هو انا زي ما قلت لك حتى الصعوبات اللي كان فيها كانت صعوبات بتاهله انه يعمل اللي هو بيعمله ده. بس في غيره ناس عندهم امتيازات وما عملوش بيها حاجه، فهو عمر الامتيازات ما كانت عيب على فكره.
يعني زي بالظبط عمر ما الغنى كان عيب. ما انت بتحتاج ثروه علشان تعمل اشياء، علشان تتحرك، علشان تبني، بس انك ما تعملش بيها شيء هو ده العيب. ان يبقى عندك هذا الامتياز وترميه في الدرك هو ده العيب، انك ما تحاولش تفيد بيه غيرك او تشاركه معناه هو ده العيب. بس الامتياز في حد ذاته مش عيب. وان شاء الله ان شاء الله الفيلم يبقى يكسر الدنيا ان شاء الله. يعني الحرب العالميه الثانيه 2024 تاني اهم حاجه بعد ما تجيبوا كتاب الدحيح. كتاب الدحيح وبعدين خلصوا اشتري كتاب الاميره ديانا ذا كراون نازل شهر 11 وشهر 12 ده لو نهايه العالم يعني ما كانتش شهر 11 وشهر 12. خلصوا نقرا كتاب اينشتاين عقبال ما نخلصه لو مشينا على الجدول اللي انا قلته ده. القيصر ان شاء الله ينزل معرض الكتاب القادم شهر يناير نخلصه نستريح بقى استراحه محارب وبعدين نشوف الحرب العالميه الثانيه ان شاء الله خلال. انا سمعت برضو ان في كيس ستادي اتعملت على صلاح. دي مش لازم نقراها، مش لازم نقراها. انا صلاح يعني خلاص خلاص وصل الى كل ما يمكن الوصول اليه، انما احنا لسه اللي بنحفر في الصخر، لسه اللي عايزين اقروا الكتب يا جماعه. زي كتاب الدحيح نفسه شفته كده، نفس الرؤيه الفنيه. كتاب الدحيح حطينا عليه الدحيح، كتاب الاميره ديانا دي طبعا تبدو صوره خاله الاميره ديانا، ولكن معلش الاميره ديانا حقوق الملكيه الفكريه بتاعت صورها غاليه جدا، فجبنا يعني ديانا الغلابه زي ما انتم شايفين كده وبس. ونخلص بقى ونقرا اينشتاين، يعني في اينشتاين وبعدين بيقفل بفصل كامل عن تشيرنوبل. وزقوا معانا اليوم يا جماعه، يعني حركوا السوق، يعني اعملوا حتى ديماند كاذب، يعني روحوا اسالوا عايزين الاعمال الكامله لطاهر معتز بالله، فيقول لك مين ده ما سمعناش عنه، فتقول له مكتبه محترمه وما تعرفوش طاهر معتز بالله بقى، وسيبه وامشي ما تشتريش، ما تكلمش نفسك حاجه، بس ساعدني يعني ساعدني بقى. شكر جدا يا جماعه، اشكركم. بستغل بقى يعني لو في حد بيسمع يا ريت يزق معانا. المشكله اللي انت بتعمله ده مفيش حد هيتفرج عليه، شوين بس للتاريخ. خلاص اتفقنا. طب ايه موضوع صلاح؟ ازاي عملت الكيس ستادي مع البروفيسور عندكم في هارفرد؟ والله صلاح كانت تجربه جميله جدا، لان التدريس في البيزنس سكول كله معتمد على الكيس ستاديز، والجامعه هي الاكثر انتاجا للكيس ستاديز في العالم. هم عندهم 20 مركز بحثي حول العالم، كل شغلتهم ان هم اي قصة تستحق الدراسة سواء فشل أو نجاح، سواء أن كان مرحلة الشركة في إيه، صغيرة كبيرة، إن هم يدرسوها ويكتبوا عنها. فأغلب القصص قصص غربية، وأنا كان نفسي إن إحنا يبقى عندنا بطل من الشرق الأوسط، بطل مصري، بطل عربي، ويبقى حد وجهة مشرفة، ويبقى حد وجهة ناجحة، ويبقى حد محبوب، ويبقى حد بيتدرس وفي نفس الوقت يتدرس بشكل أكاديمي وبشكل جاد. يعني لو إحنا مش بنسقف له خلاص، لأ نحاول ندرس فعلا ما وراء جبل التلج ده من النجاح، في كتير قوي احنا مش شايفينه من الاداره والجهد والاخطاء والترايلاند ايرور في الخلفيه، مطبخ احنا ما نعرفوش. صلاح بقى انا كتبت عنه حلقه للدحيح في 2020 واترفضت. ليه؟ لانهم اعداء النجاح، برنامج ربنا مسلطه على نفسه. قلت له يا احمد خد يا احمد محمد صلاح، لي لا حلقه كليشيه قوي، اصل بتقول نفس الكلام الناس كلها عارفاه. ما انا عارف يا اخويا ان الناس كلها عارفاه، بس كنا هنقوله في وقته، وكان قبل الكورونا. كورونا جت طبعا من قبل الكورونا الحقيقة، الحلقة اترفضت، ودي كانت أول حلقة تترفض ليا، وزعلت جدا. كنت شايف يعني محمد صلاح يعني مش محتاج، يعني حاجة مش محتاجة تباع، ولكن كان عنده حق انه يرفضها، سواء هو او سواء احمد مجدي رجب مدير التحرير في البرنامج، لان الحلقة ضعيفة جدا، ضعيفة جدا، لما بتقولش حاجة جديدة خالص. ايه تجميعة لطيفة بس يعني ضعيفة جدا جدا جدا. وبرضه بما ان الانسان عدو نفسه، انا ما شفتش ده في ساعتها، انا ادركت ده بعد ما هديت كاشوي وصليت على النبي، وادركت ان دي مش مؤامره من اداره البرنامج عشان يحاربوني. لقيت ان الحلقه وحشه قوي، ودعيت قلت يا رب يعني يحصل لي فرصه ان انا اكتب عنه، ويا رب اقابله علشان انا فعلا مهتم جدا اعرف هو النجاح ده ما وراءه. يعني دي كانت بدايه فكره اني عايز ابدا ادرس تجارب النجاح، ملاحظة ان الناس بتتوقف عند بحبه وما بحبوش، ما بيحاولش يفهمه. انت دلوقتي نجحت في حاجة، عملت حاجة تستحق الدراسة، حتى لو حتى لو انت راجل منيل خارج الشيء ده، بس انت عملت شيء، الشيء ده ممكن اتعلم منه حاجة. ما احنا برضو عندنا مورال الابسولوتيزم، ان انت يعني لازم تبقى ملاك عشان اتعلم منه، مش لازم خالص، بس انت عملت شيء ممكن يفيدني، مش لازم اخد منك الباقي كله. ف
كان بالنسبه لي وده كان بدايه برضو شغلي على كتاب الدحيح. كتاب الدحيح ده ما كانش مخطط انه يبقى كتاب، يعني انا كنت في الاول عايز اعمل كتاب عن الستارت ابس الناجحه في مصر، وبعدين خلال فتوالدي بقى في الوقت ده وسفري وشغلي على البريق يعني لظروف شخصيه الموضوع اتاجل. ففي السنه اللي اتاجل فيها دي البرنامج بدا يكبر بشكل غير مسبوق، يعني البرنامج في 2018 غير 2019، في 2020 غير 2019، كنا بدانا بقى ان احنا يعني البرنامج يبقى تريندنج رقم واحد على اليوتيوب في رمضان، تريندنج في الوطن العربي مش في مصر، في مصر وفي دول يعني من المحيط الى الخليج. فهنا حسيت ان لا ده الكتاب ده ممكن بدل ما يبقى فيه فصل عن الدحيح باعتباره يعني كانه ستارت اب اعلاميه، ممكن يبقى كتاب كامل عن الدحيح. فده كان بدايه اهتمامي بهذه الاشياء، وده كان الوقت برضو اللي انا كنت عايز اكتب فيه عن طبعا يعني كنت بدات اعمل انترفيوز مع احمد ومع اهله ومع التيم، وبدات بقى في الوقت ده احس ان ايه طب انا عايز بقى اتناول ما وراء القشور الخارجيه للشخصيات يعني. وده حاجه كملت لان الكتب الصوتيه بتاعت ستوري تيل دي كلها سير، كلها بايوجرافيز، كلها قصص اشخاص. يعني بدات احب بقى احس ان دي فيها ناتشرال دراما كده، اورجانيك دراما، ان الشخص ده هو شخص فهو حد انت تتعاطف معاه، هو حد بيفشل بالضروره لانه حد عايش حياه ممتده فاكيد مش كل الحاجات دي نجاح، هو شخص نافذ على العالم بتاعه. يعني اينشتاين لو قرينا كتاب اينشتاين هذا الكتاب الجميل الرائع المظلوم على رفوف المكتبات والله مكانه انشراف المكتبات، قرينا هذا الكتاب هنتعلم عن نظرياته بس نفس الوقت هنعرف عن العالم في الوقت ده. القرن العشرين ده كان عامل ازاي، المانيا كانت عامله ازاي، يهود اوروبا كان ايه رد فعلهم عن الحركه الصهيونيه، دعموها في الاول ما دعموهاش، طب ليه يهود ميونخ رفضوا ان المؤتمر الاول للحركه الصهيونيه يتعمل عندهم فعملوه في بازل في سويسرا، ليه؟ اسئله نعرف اجابتها من كتاب اينشتاين. نفس الكلام عن ديانا، انا بدل ما اتكلم عن تاريخ العيله المالكه واتكلم عن واحده من اهم الامبراطوريات في التاريخ، امبراطوريه كان بجد لا يغيب عنها الشمس لانها حاكمه كره ارضيه كده داير ما يدور، فبشوفها عند خلال الشخصيه الشخص، فالناس تبقى مستمتعه وهي بتتعلم، يبقى التعلم في الباك جراوند. نفس قصه القصه الحلوه الغلاف القصه ده هو حصان طرواده، هو التروجن هورس اللي بدخل منه من خلاله المعلومات. فصلاح كان مجرد مثال، ولكن كنت حاسس ان هو يعني انجح حد عندنا على مستوى عالمي، ما بقولش ان هو الاكثر اثرا، في ناس مجهوله تماما وبيعملوا اثر كبير قوي بشكل يومي، بلد ولاده الحقيقه، وما نعرفهمش لان يا اما ما كتبش عنهم، يا اما غير موثقين او مؤرخين، يا اما بيشتغلوا في صمت، يا اما يعني في مليون سبب، بس حسيت ان انا اقدر اساعد حتى بحته التوثيق. فتلف الايام واروح الجامعه فاشوف ان هم بيعتمدوا في الدراسه على شخصيات، انت لازم تحط نفسك مكان الشخص، لازم في الكيس ستادي دي تحط نفسك مكان الشخصيه، ها تختار يمين ولا شمال، فتبقى بتتعلم اكتر عن الديسيجن ميكنج، وفي نفس الوقت تبقى في موقف حقيقي مش موقف افتراضي، فلان حصل له الموقف ده تعمل كده ولا تعمل كده، وبعدين بعد ساعه ونص من المناقشه تبدا انت ايه تعرف بقى، طب خلي بالك اللي حصل كذا كذا كذا، هتشوف انت ايه اللي فكرت فيه صح ايه اللي فكرت فيه غلط. فاقترحت محمد صلاح على المركز بتاع الشرق الاوسط فرفضوا الكيس، كيس رفض لتاني مره، يعني مش تاني مره، الاول مره كانت اول مره الحلقه، وبعدين كده فكرت في الكيس لما قعدوا معانا، هما بيعملوا اجتماع كل سنه مع الطلبه الجداد يعرفوهم بالمركز ويقولوا لهم على نفس الكلام اللي انا قلته ده ان هم بنعمل اشتغل على طول، فقولوا لنا لو في اي حاجه قصه تستحق الدرس، فانا قلت محمد صلاح، فقالوا لا لان محمد صلاح ده اغلب الظن هيدرس في الكورس بتاع بزنس وسبورتس ميديا انترتينمنت، بزنس الاعلام والرياضه والترفيه يعني الافلام بقى والفن عموما، والست اللي بتدرس الكورس ده ست صعبه جدا ما بتقبلش مننا اي كيسز احنا بنعملها، هي ما بتدرسش غير الكيسز اللي هي كداها، ما تاخدش كيسز عن جهاز، والكيس لازم يبقى فيها كذا محور، الكيس لازم يبقى فيها اولا موقف اختيار ديسيجن بوينت عشان يبقى فيها جزء تعليمي للطلبه، اتنين لازم يبقى فيها جزء اكاديمي هنتعلم شيء، يعني مش قصه حلوه وخلاص، لا هي قصه حلوه هنتعلم منها شيء، وبالتالي لازم يبقى معروف الكيس دي هتتكتب لانهي كورس، يعني معروف هي تدرس فين ومين اللي هيدرسها من قبل ما تتكتب، وتالت حاجة لازم تبقى برضو يعني قصة فيها جزء من المتعة، يعني قصة تبقى يعني فيها كده ايه نوع من انواع الكيوريوسيتي. فترفضت
وبعدين بعد اول سنه ليا في الجامعه في الصيف بعد انتهاء السنه الاولى وهي الدراسه سنتين، محمد صلاح جدد عقده في ليفربول بعد سنه كامله من التفاوضات. فانا قلت ده هي دي بقى خلاص، يبقى هو ده الديسيجن بوينت كده خلاص، كده اجتمعت المكونات كلها. فبعت للدكتور على طول، بعت الانيتا اللي هم كانوا بيقولوا انها ست صعبه جدا، قلت له والله ايه رايك نكتب عن محمد صلاح، الخبر يعني مكسر الدنيا وشايف ان هو ممكن نتعلم منه كتير على البراند اولا، ازاي بقى واحد من اقوى البراندز في العالم، وهو واحد من مكان يعني ما بيعملش براندز كتير، يعني ده مش 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 كانيي ويست يعني، ده مش كاردا يعني، ده مكان ده مش مش ما ترباش في حواري لوس انجلس يعني، ده من نجريج يعني which you do not know في النايل دلتا which you also do not know بس يعني. فقالت لي هاير ممتاز، تعرف محمد؟ قلت له والله يعني وكان العشاء من انت اللي تعرفي محمد يعني، انا ما هي تعرف ناس كتيره جدا في ليفربول وفي الشركه المالكه ليفربول اللي هم فينوي سبورتنج جروب اف اس جي، وتعرف يعني ولها علاقات ممتده جدا 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 في العالم الرياضي، وعملت كيسز عن ريال مدريد، وعملت كيسز عن باريس سان جيرمان، وعملت كيسز عن اياكس، يعني فيها ست يعني ممكن تكلم فلورنتينو وبيريز عادي على التليفون. فقالت لي لا ما ينفعش اكلم انا النادي، لان لو انا كلمت النادي ده هيخلينا ناخد الامور من زاويه النادي، يعني حتى لو ساعتها النادي وصلنا بمحمد هنبقى يعني هيبقى في حساسيه، لان انت كانك رايح تقول للنادي احنا جايين ندرس هو اتضحك عليكم ازاي، او مش اتضحك عليكم ازاي، جايين ندرس ازاي تفوق عليكم، مش اتضحك عليكم كله موافقتهم، بس ازاي تفوق عليكم في مفاوضات لمده سنه، انتوا بتيم المحامين والايجنتس والتي كل ده، ازاي ده قدر يتغلب عليكم هو الايجنت بتاعه اللي هو رامي عباس. فترفضت الكيس لتاني مره او لتالت مره زي كانت حلقه، مره السنتر مره انيتا، وبعدين بدات بقى ابحث عن محمد صلاح. ورحله البحث عن محمد صلاح دي رحله صعبه جدا، انك تكتشف ان ناس كتير جدا بتدعي ان هم يعني ولاد خالته، ان هم متربيين مع بعض، ويا ده محمد ده والله ده قرفني كل يوم يكلمني مكه يا سيدي قرفاه في الدراسه، فاهم؟ وتكتشف ان هم مش كده خالص، ان وقت الجد بقى يعني وقت بقى بتروح بقى تقول له معلش كلم بقى انتيمك ده، قول له ان انا عايز اكتب عنه، يعني يقولك اه اسكت ما والله بقاله فتره صوت تعبانه شويه ما بيردش، ومحدش عارف يوصل لي بيه خالص خالص. لمده صيف كامل اتشقلبت عشان اوصل له، والناس اللي اشتغلوا معاه يعني بعض الناس اللي اشتغلوا في علامات تجاريه، هو عمل لهم اعلانات، وعمل اعلانات لبيبسي، عمل اعلانات لاوبر، عمل اعلانات لمونتن فيو، عمل اعلانات لموبيل، عمل اعلانات لدي اتش ال، يعني في ناس كتير قوي في مصر يعرفوه او يعرفوا رامي عباس الوكيل. يقولك اه لا 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 عشان توصل له لازم توصل لرامي، وعشان توصل لرامي ربنا معاك، احنا مش هنخش في العلاقه دي خالص. ليه يا جماعه؟ لانه شخص صعب قوي، شخص مرعب جدا، شخص لا 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 رامي عباس ده. ففشلت في اني اوصل له في الصيف، وبعدين رجعنا تاني في سنه تانية، فكلمت واحد زميلي بيقول لي انه يعرف واحد صاحبه عايز يكتب افلام، فعايز يوصلنا ببعض، عايز يقول لي انت بتحب الكتابه وفي واحد كاتب فاوصلكم ببعض. بيشتغل ايه صاحبك ده؟ قال لي بيشتغل ايجنت سبورتس ايجنت. قلت له بس كلمه لي بقى دلوقتي حالا وقول له يجيب لي رقم ايجنت تاني اسمه رامي عباس. قال لي وانت بتدور عليه ليه؟ حكيت له. قال لي طب بتدور عليه فين؟ قلت له بدور عليه على لينكدين، هو عنده بروفايل كده قديمه جدا بس بروتش عليه خالص. قال لي لا طب بتدور على ايجنت يو شود لوك اون انستغرام، وراح فاتح الموبايل بتاعه رامي عباس مطلع البروفايل دايس مطلع ايميله. بهذه الصدفه الغير متوقعه اطلاقا رحت كاتب له ايميل، كاتب له ايميل من سطرين، مساء الخير انا شايف اللي انت عملته ده يعني حدث تاريخي، نجاحك في المفاوضات وعايزين نكتب عنك كيس ستادي في الجامعه. ما فوجئت ان الراجل ما طلعش جنكيز خان اللي كانوا بيحكوا عنه، الراجل ما طلعش جنكيز خان اللي كانوا بيحكوا عنه خالص، طلع راجل لطيف جدا سبورتيف جدا مشجع جدا، مبسوط ان في حد مقدر الجهد في الاداره والجهد في كيفيه اخراج صورته بالشكل اللي هو عليه، في كيفيه اختيار العلامات التجاريه اللي بيتعامل معاها، في كيفيه ادارتهم لهذه المؤسسه اللي بقى اسمها محمد صلاح. بالعكس كان راجل جميل جدا جدا جدا، راجل انا اتعلمت منه هو اكتر ما اتعلمت من محمد شخصيا، يعني محمد عبقري لاعب كره قدم عبقري جينيس حد الذكاء مركز جدا 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 اتنتف جدا جدا،
بشوش جدا جدا جدا. برضو دي حاجه من الحاجات اللي بننساها في الانتربرينورشيب، يعني ان الناس لو مش طايقاك اغلب الظن ان يعني مش هتوصل لحاجه، يعني حتى ال اللي احنا بنعتبرهم عظماء يعني طبقا للتعريف الضيق للنجاح، ستيف جوبز مثلا، ايلون ماسك بتاع، على قد ما بيبقوا لك جزم في بعض الاوقات، على قد ما بيبقوا في اوقات تانية ملهمين جدا. فانت يعني اوقات برضو هزيل بشاء يعني، عارف سما في وجه اخيك صدقه يعني، خلي عندك دم واضحك كده وبشوش جدا، الناس بجد بتحبه، شاطر جدا في اللي بيعمله، فملهم. نفس فكره ان يعني اوقات نجاحك بيبقى هو القصه، مش محتاج تقعد تتكلم كتير، هو يعني باي بين جود ريلي جود ات وات يو دو، ده بينسباير ناس كتير جدا. الشيخ الشعراوي كان ليه مقوله كده بيقول لما حد بيعمل حاجه حلوه الناس بتقول الله بس خلاص، يعني 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 عايز عايز الناس تقول الله بيعمل حاجه حلوه، يعني بيقول ان ده حتى بيقولها كفكره ان دي ابسط الطرق للدعوه، يعني يعني اعمل حاجه حلوه يا اخي، فاعمل حاجه حلوه اتقن عملك ان كان عملك ايه، فرسه الله. فانا بحس محمد صلاح مثال كبير جدا 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 على فكره التركيز، والتركيز ده بقى ما كانش هيحصل لولا وجود رامي عباس، ده انا بعتبره هو العامل الاكثر تاثيرا في نجاحه. يعني يعني الموهبه خلاص قتلت بحثا، الاصرار، الانضباط، الطموح، الرغبه، كل دي حاجات عيني وعلى راسي، التوفيق طبعا اولا واخيرا، كرم ربنا اولا واخيرا، بس الجزء اللي كان مهمل كان جزء رامي. فدي اكتر حاجه انا اتعلمت منها، اتعلمت منه يعني اكتر ما اتعلمت من استاذ الماركتنج يعني عندنا في الجامعه، كان لطيف، كريم بالوقت، كريم بالمعلومة، كريم ب ب ب ب ب يعني بالتشجيع، يعني ما كانش المتوحش خالص. ومن نجاحه انه خلق هذه الصورة وخلق هذا الحاجز لحماية محمد، انه هو انا جنكي يعني، انا بولدوج كده اللي هيجي على محمد هاكله، فتبقوا عارفين ان وقت محمد غالي، وتبقوا عارفين ان محمد ما تستغلهوش، وتبقوا عارفين ان محمد اللي اتفقتوا عليه هو اللي هنفذه في العقد، وتبقوا عارفين. فهي الصوره دي من الحاجات اللي مخليها بالنسبه لي من احد انجح الممثلين يعني. هو الحقيقه مش ممثل حتى، هو بارتنر اكتر يعني، هو النهارده شريك، مش ايجنت، مش ريبريزنتيف، مش لوير، رغم ان هو بدا معاه كمحامي بتاعه الاول، وبعدين بقى الايجنت بتاعه، وبعدين بقى البارتنر بتاعه. وطبعا زي اي حاجه في الدنيا هي ليها ميزه وعيب، هو موديل صعب جدا لانه الناس اللي زي محمد بيروحوا ايجنسي كبيره، فان حد زي محمد يبقى مع شخص واحد شيء مختلف عما هو يعني دارج، ولكن شيء اغلب النجوم الكبار في العالم النهارده بداوا يتجهوا ليه. يعني مافريك كارتر الصديق الصدوق بتاع ليبرون جيمس مثلا، النهارده بتشوف ان لو في حد كفء وثقه خلاص ومتفرغ لك، ده بتهيألي موديل اقوى بكتير. فتعلمت كتير منهم، وكان الهدف دراسه التجربه ونقل التجربة، وإن الطلبة يبقوا بيدرسوا عن حد شرق أوسطي، عربي، مسلم، حد اسمه محمد، حد كل حاجة هم بالنسبة لهم دي مرتبطة بكل ما هو سيء في الدنيا. الميكس ده يا إرهابي، يا متطرف، يا منيل بنيلة، يا حافي تحت، فاهم، في ميدان الجيزة بتاع. يعني إنك تشوف حد ناجح بيكسر الصورة النمطية دي كان بالنسبة لي حاجة حلوة، وده كان الهدف الاناني جدا بالنسبه لي، والحمد لله اتعمل يعني. واتعمل لما هو قال انا موافق، فرجعت ثاني لانيتا، فانيتا قالت تمام، نقعد بقى معاه نشوف بقى لو في الشروط اللي انا قلت عليها دي، انه هيبقى فيه جزء تعليمي، طلبه نقدر نعلمهم حاجه، هيبقى فيه ديسيجن كده بوينت انجل نقدر نخش منها للكيس، هيبقى فيه حاجه جديده، حاجه ما اتقالتش في الانترفيو السابقه، لان برضو انت لو اعتمدت على الانترفيو السابقه فانت ما ضفتش حاجه جديده، وهدف الكيس ان انت تبقى طلعت ببرايمري نوليدج، انت اول واحد يتقال له القصه دي. فالحمد لله ما عملنا الميتنج، الدنيا مشيت، وذا ريست از هيستوري يعني. انا يعني مش عارف اشكرك ازاي برضو على وقتك النهارده. خلص والله بالعكس، ده انا محظوظ يعني. دلوقتي الساعه 11:30 وما اظنش ان انت كنت متخيل ان احنا هنتاخر كده. ده من استمتاعي بالحديث، وانا قلت لك قبل كده يعني من ناحيه قد ايه انا كنت متحمس على الحلقه دي، مش زي اي حلقه، ده شرف الله. بسبب الاستمتاع، ده شرف لي، ويعني مش عارف اقول لك ايه ان انت جيت وقعدت معانا الوقت ده كله. ولا حاجه والله، ده شرف ليا. اشكرك على الاستضافه. شكرا على استضافتي في مغامره، وقد كانت بحق مغامره. شكرا قوي، انا متشكر.
We'll be right back.